بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بكل مشاهدينا في قناة الحياة. حلقة جديدة مع كورة كل يوم، إن شاء الله نستمتع بحلقة مميزة، وهيكون ضيفنا النهاردة إن شاء الله كابتن أشرف قاسم في الجزء الأخير من حلقتنا بإذن الله. طبعا اليومين اللي جايين دول يومين المنتخب، ماتشات المنتخب، بداية تصفيات كأس العالم ومواجهة جيبوتي إن شاء الله يوم الخميس القادم، الجولة الأولى في تصفيات كأس العالم أو التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وبعدين هنسافر إلى ليبيريا عشان نلاعب منتخب سيراليون إن شاء الله يوم الأحد القادم يوم 16 ويوم 19. ناس هتقول الماتشين سهلين وجيبوتي يعني فريق ضعيف، سيراليون برضو فريق أقل من المتوسط. لا، مفيش حاجة سهلة، احنا تعودنا دايما في تصفيات كأس العالم دايما منتخب مصر بيواجه صعوبات في تصفيات كأس العالم، السهلين دول اللي ما بيخلوناش نوصل. فعايزين نبدأ بجدية، بتركيز، باحترام المنافس ايا كان مين هو، ماليش دعوه، انا داخل ماتش بلاعب فريق ضعيف، بلاعب فريق متوسط، بلاعب فريق قوي، انا عايز الثلاث نقط. فلازم يعني باهتمام شديد جدا، عندنا منافسه صعبه، خلي بالكم المجموعه ما فيهاش منتخبات كبيره، لكن في وده اللي المجموعات اللي ما فيهاش منتخبات كتيره كبيره دي بتبقى صعبه، ان الكل في المجموعه، كل المنتخبات في المجموعه بيبقى عندها طموح، يقول لك انا اركز، انا ممكن تضرب معايا. فهتلاقي المجموعه الماتشات تبان اللي هي سهله، ولكن الماتشات مش سهله. انت المنتخبات الافريقيه دلوقتي معظمها حتى لو مش من التصنيف الاول او الثاني، تصنيف ثالث ورابع، لكن المنتخبات عندها لعيبه محترفه، المجموعه كلها فيها منتخبات ما فيش اسماء غير منتخب مصر وبعديه بوركينا فاسو، هم دول المنتخبين اللي يعتبروا المنتخبات الاقوياء في المجموعة. عندنا معنا غينيا بيساو، معنا إثيوبيا، معنا جيبوتي، معنا سيراليون. فمجموعة أنا بقول ما فيش حاجة اسمها سهل في الكورة، لازم نركز، ولازم لعيبة المنتخب تهتم، ولازم الجهاز الفني ياخد الموضوع بجدية كاملة، إن إحنا عايزين نلعب كأس عالم السنة الجاية أو البطولة القادمة اللي هتكون 2026 إن شاء الله. فيعني سامع النغمة اليومين دول يعني ماتشين سهلين، ولا ما فيش حاجة سهلة في الكورة، لازم نركز ولازم نحترم الفرق ونبدا بدايه قويه عشان حتى تعمل رهبه للمنتخبات اللي معانا في المجموعه. في حاجه حصلت طبعا رائعه، احنا بقالنا سنين كتير من 2006 او من قبل كده كمان، من 2006 ما بنعرفش نذيع او ما بنعرفش ناخد ماتشات منتخب مصر، يعني دايما من 2006 و2008 و2010 بالنسبه للبطولات افريقيا، بالنسبه تصفيات كاس عالم، بالنسبه حتى لبطوله كاس العالم للقارات اللي احنا شاركنا فيها، كانت كلها من خلال بنتفرج على الماتشات من خلال قنوات عربيه خاصه باشتراك. عايز اقول يعني انجاز كبير جدا، والفتره اللي فاتت انا ما شاء الله شايف كمان جهود غير طبيعيه من الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه، انا مش بقول كده مجامله، لكن احنا بنتفرج على ماتشات منتخب مصر اللي فاتت في تصفيات افريقيا، بنتفرج على ماتشات منتخب مصر الخارجيه الودية، الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدرت تحصل على حقوق إذاعة ماتشات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم، ودي حاجة رائعة. يعني هنتفرج على ماتشات مصر في تصفيات كأس العالم، سواء الماتشات اللي جوه مصر في القاهرة أو الماتشات الخارجية، هنتفرج على كل ماتشات منتخب مصر على الهواء مباشرة من خلال قنوات أون تايم سبورتس، من خلال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. كمان شركة أورا قدرت يعني تخش كشريك أساسي مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتساعد وتحصل أيضا على حقوق أو تشتري حقوق ماتشات مصر شركة أورا. كمان مش ماتشات مصر بس، ده احنا هيبقى عندنا ملخصات للماتشات الأخرى في التصفيات في كل المجموعات، يعني تصفيات كأس العالم كلها بتاعت أفريقيا هنقدر نذيع الملخصات، هنقدر نذيع الاهداف، هنقدر نذيع ماتشات منتخب مصر الداخليه والخارجيه في تصفيات كاس العالم. فحاجه رائعه، يعني خدمه نقدر نقول سوبر للمشاهد المصري والمشاهد العربي، ان احنا خلي بالكو يعني المنطقه العربيه كلها بتتفرج على قنوات اون تايم سبورتس وقنواتنا، قنوات اللي هي اللي تتبع الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه. فحاجه رائعه جدا، بحييهم وبشكر كل المسؤولين القائمين في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بشكر شركة أورا الشريك الأساسي مع الشركة المتحدة للخدمات الرياضية أو الخدمات الإعلامية، إن هم قدروا
يجيبوا لنا ماتشات منتخب مصر مش متشفره بقى، نفتح قناه اون تايم سبورتس نتفرج. هنيجي هنا ان شاء الله من خلال قناه الحياه برضو اللي هي تتبع الشركه المتحده، نقدر نتفرج على ملخصات الماتشات، نقدر نتفرج على الاهداف. فيعني خدمه 5 ستارز للمشاهد العربي والمصري، وحاجه رائعه. بشكر بصراحه كل المسؤولين. اللي انا بقى مش هروح بقى، كان في ناس طبعا ما بتقدرش تشترك في القنوات المشفره، فكانوا بيروحوا يتفرجوا في الكافيه، يروحوا يتفرجوا في القهوه، يروح عند واحد صاحبه. لا، انت دلوقتي هتبقى حاطط قاعد في بيتك، حاطط رجل على رجل، قاعد مع اسرتك بتتفرج على ماتشات منتخب مصر وانت في بيتك. فبشكرهم شكرا جزيلا، الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه، وايضا شركه اورا ان هي شريك اساسي، وقدرت كمان يعني تخش كشريك اساسي مع الشركه المتحده ويجيبوا لنا حقوق ماتشات منتخب مصر، ودي حاجه جميله جدا جدا، بنشكرهم شكرا جزيلا. وحاجه كمان احنا بالنسبه لنا للبرامج الرياضيه والقنوات المصريه حاجه رائعه، اللي احنا يبقى عندنا المنتج بتاع منتخبنا، منتخب الوطني بتاعنا. قبل كده كنا بنتعذب عشان نروح نتفرج على المنتخب، نجيب بقى القنوات المشفره، ندفع فلوس، نروح مش عارف، مع الاحترام طبعا لكل القنوات العربيه الشقيقه. لكن مصر، خدمات الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه، شركه اورا، قدروا يحصلوا على حقوق ماتشات منتخب مصر، وده انا شايفه انجاز الفتره اللي فاتت. كمان بطولات كتيره جدا بيقدروا يجيبوها الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه، بقى عندنا يعني منتج رائع 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 في الكوره وفي العاب اخرى. يعني بتفرج على دوري ابطال اوروبا في الهاندبول في قناه اون تايم سبورتس، بطولات كتير مش عايز انسى، لكن بطولات كتير بيبقى عندنا منتج نقدر نشتغل عليه ويبقى فيه امتاع للمشاهد المصري والمشاهد العربي. طيب معانا الاستاذ هيثم يا استاذ لسه؟ طيب ده زي ما قلت لكم، يعني هقرا لكم البيان حتى كله النهارده. نجح قطاع القنوات الرياضيه بالشركه المتحده للخدمات الاعلاميه في الحصول على حقوق البث التلفزيوني لكافه مباريات منتخب مصر الاول في تصفيات افريقيا المؤهله لكاس العالم 2026 بعد جوله مفاوضات استمرت لقرابه 3 أشهر. تم منح هذه الحقوق من خلال موافقه الاتحاد الدولي لكره القدم من الفيفا، وقد حصلت قناه اون تايم سبورتس بموجب هذا على حق البث التلفزيوني لكل مباريات المنتخب المصري في تصفيات المونديال داخل وخارج ملعبه على شاشاتها، كما اشتمل الاتفاق على حقوق عرض ملخصات كافه مباريات المنتخبات الافريقيه الاخرى في باقي مجموعات التصفيات وعدد من الحقوق التجاريه الخاصه بالتصفيات. حاجه رائعه جدا جدا جدا، ويعني بنشكر تاني الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه وايضا شركه اورا الشريك الاساسي مع الشركه المتحده للخدمات الرياضيه في الحصول على حقوق ماتشات منتخب مصر. زي ما قلت لكم، وانتوا قاعدين في البيت دلوقتي، مش هنروح الكافيه، مش هنروح القهوه، مش هنروح عشان نتفرج على ماتشات المنتخب، لا، وانت قاعد في بيتك وقاعد مع اسرتك وكل الاسره قاعده، تقدر تتفرج على ماتشاتك من ماتشات منتخب مصر من خلال قنوات اون تايم سبورتس، وكمان ملخصات الماتشات والاهداف في باقي المجموعات وباقي الماتشات الافريقيه. طيب نروح للاستاذ هيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذي لشركه اورا. زي ما قلت لكم، شركه اورا شريك اساسي مع الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه في شراء حقوق ماتشات منتخب مصر في تصفيات كاس العالم. استاذ هيثم، ازاي حضرتك؟ ازاي يا كابتن كريم، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. يعني انجاز اعلامي رائع، بقالنا سنين طويله يعني من 2006 افتكر ما بنعرفش يعني القنوات المصريه تذيع ماتشات المنتخب المصري. كنا بنروح نتفرج على القنوات المشفره ونروح مش عارف ايه وندفع فلوس عشان، او نروح عند واحد صاحبنا عنده الريسيفر او عنده الاشتراك. لكن دلوقتي الحمد لله من خلال جهود شركه اورا طبعا وخدمات الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه، جبتوا لنا ماتشات منتخب مصر واحنا قاعدين في البيت. بص يعني احنا الموضوع يعني ما اخدش مننا 10 ثواني بالظبط، يعني هي مكالمه 10 ثواني جت لنا اساسا، مكالمه من الاستاذ عمرو الفي الشركه المتحده يوم الجمعه، يوم السبت اتقابلنا، يوم الاحد نفذنا العقد. كلمنا المهندس نجيب والمهندس انسي والاثنين ما ترددوش. زي ما بقول لك المكالمه ما خدتش مني 10 ثواني، ان احنا في كذا 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 للشعب المصري، تمام؟ نفذ على طول. حاجه رائعه. يعني بص يا كريم، انت طبعا تفرق كتير قوي مع الشعب، ان انت اللي بيحلل لك الاستماتش بتاعك انت. ايوه صح. انتوا الاعلاميين المصريين. بالظبط. تبقى عارف ايه الصح وايه الغلط، ما يبقاش حد بيتحكم فينا، الناس تتفرج على الماتشات براحتها، برنامج الاستوديو يبقى 10 ساعات 5 ساعات، الناس تحب، يعني دي حاجه متعه عند الشعب وكلنا بنحس بيها. بالظبط. يعني انا مثلا بروح اتفرج على قناه الثانيه، انا بتفرج على الاستوديو ما بلحقش، مش مستمتع. مش عارف هو معايا ولا معايا،
ولا ضدي ولا مع الفرقه الثانيه ولا مع حابب ان انا اصعد ولا لا. لكن لما تبقى مع الشعب المصري كلنا بنحب ان احنا حاجتنا تبقى بتاعتنا. بالظبط بالظبط. وكمان في نفس الوقت اللي الكلام اللي انا كنت بقوله من شويه، خلاص انت القناه يعني قنواتنا مش مشفره، قنوات مفتوحه، فما بتضطرش تروح تدفع فلوس عشان تتفرج على ماتشات منتخب مصر، ولا تروح كافيه عشان تتفرج يعني، وانت قاعد في بيتك مع اسرتك كل افراد الاسره متجمعين هتقدر تشوف منتخب بلدك. بالظبط، ده ابسط الحقوق اللي ممكن يعني تبقى عند الشعب المصري، ان انت تتفرج على منتخب بلدك. ايوه ايوه، يعني ان انت تروح تتفرج وانت قاعد في البيت انت واسرتك، دي متعه في حد ذاتها. طبعا يعني اللي بيقدر شويه اللي يقدر يروح الاستاد، وبقيه ال 120 مليون لازم يتفرجوا على المنتخب. طبعا فبصراحه يعني دي انا بشكر الشركه المتحده انها ساعدتنا في الـ في الـ في, الـ في الـ ساعد الشعب المصري، ان هو ساعد الشعب المصري بالجهود الكبيره اللي هم عاملينها، استاذ عصام الشيخ استاذ عمرو الفقي، بصراحه يعني حاجه تفرح. لا انتوا كلكم والله مجموعه مميزه جدا، وكمان يعني في تضافر جهود، انا شايف في شراكات كتيره اليومين دول، ودي الحمد لله بتقدروا تاخدوا المنتخب برضه يعني. ايه ده؟ احنا كمان راعي معانا. اه ما انا عارف ان شركه اوراق راعي المنتخب، انا عارف طبعا. لكن دي حاجه كويسه جدا زي ما قلت، ان احنا بنقدر نشوف منتخب بلدنا. على فكره دي بتزود الانتماء، ان احنا كان زمان او الفترات اللي فاتت مش من بعيد يعني، كان مثلا الرجاله ما عندهمش الاشتراك في البيت، فينزلوا يروحوا حته كافيه او حته كده مجمعه يتفرجوا على الماتشات السيدات والبنات، لكن دلوقتي كله هيقعد يتفرج، ودي بتزود الانتماء وبتخلي الناس تهتم اكتر بمنتخب مصر. بالظبط يا كابتن كريم، يعني انت زي ما بقول لك كده احنا تعبنا بقى من القصص دي كلها، وزي ما بقول لك ويقطع وقت ما هو عايز ويشتغل اللي هو عايزه ويعيد وقت ما هو عايز، ده دي حاجاتنا ده منتخبنا، واحنا شركه اورب مش هتتاخر في اي حاجه تسعد الشعب ده، واي حاجه تقلل من المصروف بتاع الشعب ده اساسا، ان هو تقلل من المصروفات اللي بتاعته يعني. ايوه ايوه. العائد بقى هتقدروا تجيبوا العائد، اكيد دفعتوا مبالغ كبيره، تقدروا تجيبوا العائد ان شاء الله من الفلوس أي اللي حاجه في سبيل الشعب مش مهم العائد، مفيش مشكله، بس تعمل حاجه للشعب. ايوه وللبلد. ايوه بس حاجه تفرح الشعب ده، انت الناس بتستنى اي حاجه تفرحها، فاكثر حاجه بتفرح الشعب مثلا منتخب مصر. طبعا انت عارف طبعا يا كريم، انت عشت الانجازات بتاعت والدك. ايوه كنت شايف الشعب كان بيبقى مبسوط ازاي، الناس كانت بتنزل الشارع وفرحه كبيره، في يعني كان ممكن يبقى ساعات في مشاكل في مصر، وفي المود بتاع الناس وحالتهم المزاجيه بعد انتصارات المنتخب بتغير كل شيء. اه بالظبط، لكن الكره توديك في حته ثانيه، انت نفسك وانت بتلعب كوره بتنسى كل مشاكل. صح، وانت بتتفرج على الماتش بتبقى مش فاكر اي حاجه غير الماتش، ومش مركز غير في الماتش، فدي حاجه بتسعد الناس والناس كلها بتحبها. أيوة. يعني ما اقدرش اقول لك ان من 120 مليون، هقدر اقول لك ان 120 من 120 مليون اتفرجوا على الماتش ده، غير كمان اللي بره مصر. بالظبط بالظبط، حاجه رائعه. وبنشكركم والله يا استاذ هيثم وشركه اورا والاستاذ نجيب والاستاذ انسي طبعا، وجهود مميزه جدا مع الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه. بنشكر كل القائمين، استاذ عمرو الفقي واستاذ اسامه الشيخ وكل القائمين على الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه. بشكرك انت كمان شكرا جزيلا، انا عارف انت كروي وراعي المنتخب مصر وبشوف في كل البطولات وبنشارك معاكم في كل البطولات، فحاجه مميزه جدا، ويعني في طفره اعلاميه رياضيه خلال الفتره الحاليه. الحمد لله، شكرًا يا كابتن. بشكرك يا استاذ هيثم، بشكرك شكرا جزيلا. استاذ هيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذي لشركه اورا، بنشكرهم طبعا، شريك اساسي مع الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه في اذاعه وشراء حقوق ماتشات منتخب مصر في تصفيات كاس العالم، حلم دايما لمصريين كلهم اللي احنا نلعب كاس عالم، وحلم اللي احنا نتفرج على ماتشات المنتخب بدون اي صعوبات، فالحمد لله هنتفرج على المنتخب واحنا في بيوتنا قاعدين بنتفرج معززين مكرمين، ودي اقل حاجه فعلا يعني الشركه المتحده وشركه اورا يدوها للشعب المصري، حق بسيط جدا ان لازم المواطن المصري يتفرج على ماتشات منتخب بلده، ودي زي ما قلت لكم بتزود الانتماء، اللي احنا لما نفتح قناه اون تايم سبورتس نتفرج على الماتشات الاسره كلها بتبقى قاعده، الاطفال والبنات والسيدات يعني كله، انتوا عارفين دايما الشعب المصري بيحب كره القدم، فالالتفاف بقى الناس كلها يعني بيرجع بيا الذاكره في 2006 و2008 و2010، كانت فتره رائعه، كنت بسافر كتير يعني معظم الماتشات سافرتها مع منتخب مصر خارج مصر، سواء في تصفيات كاس العالم او في بطوله امم افريقيا في غانا في 2008 او في انجولا في 2010 او كاس العالم للقارات في جنوب افريقيا في 2009. يمكن كان كابتن حسن شحاته وكابتن شوقي غريب والجهاز الفني لمنتخب مصر كانوا بيوروا اللعيبه لما كان هم بيكسبوا ماتش بيوروهم لقطات للشعب المصري وهم في الشوارع بيحتفلوا، ودي كانت حافز مهم جدا جدا
للعيبة ان هم يعملوا احسن اداء عشان يشوفوا فرحة الشعب المصري. كان انا كنت معاهم دايما، بسافر مع المنتخب، فكنت كابتن حسن في المحاضرات بتاعة المنتخب كان يخلي الجهاز الفني يعملوا لقطات لما المنتخب يكسب ماتش، لقطات للناس في الشارع هنا والاحتفالات والكلام، فكان بيوري اللعيبة الحاجات دي قبل الماتشات. اللعيبة كانت بتنزل تاكل النجيلة عشان بلدها وعشان تفرح الشعب المصري وتفرح عائلاتهم وأسرهم وكان فرحة غير طبيعية. كنا بنشوف الناس في الشارع فرحة غير طبيعية. يا رب تتكرر الحاجات دي تاني ويرجع منتخب مصر تاني ينافس إن شاء الله ويحصل على بطولات أفريقيا ونوصل كاس عالم إن شاء الله البطولة القادمة 2026 من خلال التصفيات اللي هتبدأ بإذن الله. أول جولة مباراة جيبوتي يوم 16 يوم الخميس القادم، وبعديها بثلاث أيام مباراة سيراليون بإذن الله في ليبيريا، وإن شاء الله خلاص يعني من مباراة جيبوتي هنتفرج على يعني بداية من مباراة جيبوتي القادمة هنتفرج على الماتشات وتصفيات كأس العالم من خلال قنوات اون تايم سبورتس. طيب بخصوص المنتخب، احنا كنا بنتكلم على بقى إذاعة الماتشات، المنتخب نفسه بدأ النهاردة، منتخب مصر الأول بدأ النهاردة معسكره استعدادا لمباراة جيبوتي. زي ما انتم شايفين اهو مخرجنا أحمد سعيد جايب لنا وصول منتخب مصر لاستاد القاهرة، التدريب الأول النهاردة في أول يوم معسكر استعدادا لمباراة جيبوتي. منتخب مصر النهاردة اتدرب في استاد القاهرة، انتوا عارفين ماتش جيبوتي ان شاء الله هيتلعب في استاد القاهرة يوم الخميس الساعة 7، وكل اللعيبة موجودة النهاردة، كمان اللعيبة المحترفين محمد النني وتريزيجيه وطارق حامد ومحمد شريف انضموا للمعسكر، ولسه بكرة برضو بقية اللعيبة بإذن الله زي محمد صلاح هينضم لمعسكر منتخب مصر عشان مباراة جيبوتي. زي ما انتم شايفين اهو فتوح وامام عاشور وطارق حامد لعيبة المنتخب، ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق باذن الله. احمد سامي مدافع منتخب مصر ومدافع نادي بيراميدز، حسين الشحات، اللعيبة كلها موجودة، مستر فيتوريا مترجم طبعا الخاص بمستر فيتوريا، الجهاز الفني لمنتخب مصر نتمنى لهم التوفيق يا رب. كان اول تدريب اهو حضر اعضاء مجلس ادارة اتحاد الكورة استاذ جمال علام واللواء مشهور وكابتن حازم امام طبعا عضو مجلس اداره الاتحاد الكوره والمشرف على المنتخب، الجهاز الفني يعني في مسانده وفي دعم كبير. زي ما قلت يا جماعه ما فيش حاجه اسمها بلاعب جيبوتي فريق ضعيف بلاعب سيراليون، لا لازم نبدا جامد. اللي احنا على مر التاريخ دايما بنتعثر في تصفيات كاس العالم في البدايات، فعايزين من البدايه كده نخش جامد ونركز وندوس عشان نكسب اول ماتشين وتدينا دفعه قويه ان بياخدوا الاول فقط. خلي بالكم مش عايزين نتعثر في اي مباراه، ناخد كل مباراه كده مباراه كؤوس للوصول لكاس العالم. علي جبر، مصطفى فتحي، محمد صبحي حارس المرمى، طارق حامد اهو طبعا لاعب نادي ضمك السعودي ومن اللعيبه المميزين جدا في منتخب مصر، اللعيبه كلها يعني بتسلم على بعض اهو، بيسلموا على كابتن حازم امام المشرف على المنتخب، مروان عطيه وطارق حامد وفتوح ومحمد هاني وتريزيجيه جه من تركيا الحمد لله وكان عنده اصابه الفتره اللي فاتت خف منها، نني يعني عمل ماتشين مع منتخب مصر المعسكر اللي فات مع زامبيا والجزائر كان هايل النني، وبدا يلعب شويه حتى لو فترات بسيطه مع الارسنال اللي كان غايب بقاله فتره بعيده الاصابه لكن الحمد لله خلاص رجع وجاهز، محمود حماده هو موجود، محمد حمدي الظهير الايسر يعني كله موجود بس مستنين انضمام محمد صلاح. محمد صلاح كان عنده ماتش مع ليفربول امبارح وجاب جونين في الدوري الانجليزي هينضم بكره ان شاء الله. دي فترات الإحماء بالنسبة لمنتخب مصر النهاردة قبل بداية التمرين، بيعملوا استرتشات كده وحاجات لتنشيط العضلات قبل التدريب عشان محدش يتعور. اقول لكم تاني اللعيبه اللي موجوده في المعسكر عشان برضو تبقوا عارفين قائمه منتخب مصر في الماتشين اللي جايين امام جيبوتي وسيراليون: محمد الشناوي واحمد الشناوي ومحمد صبحي ثلاث حراس مرمى، محمد هاني وعمر كمال عبد الواحد وعلي جبر ومحمد عبد المنعم، احمد سامي، رامي ربيعه، محمد حمدي، احمد فتوح، مروان عطيه، امام عاشور، احمد سيد زيزو، محمود حماده، حمدي فتحي، مصطفى فتحي، حسين الشحات، بالاضافه طبعا الى اللعيبه
المحترفين زي محمد صلاح والنني وتريزيجيه وطارق حامد وحمدي فتحي ومحمد شريف. ستار فيتوريا كمان الفترة اللي فاتت من ساعة ما مسك منتخب مصر، المنتخب ماشي بنجاح الحمد لله، بيأدي كمان كرة حلوة زي ما قلت لكم. أنا بحب المدربين اللي عندهم جرأة وعندهم شغل هجومي، منتخب مصر بيأدي بشكل هجومي كويس جدا وبشكل دفاعي كمان، أصبحنا بنلعب يعني بتكتيك مميز جدا لمستر فيتوريا، عاملين نتائج هايلة. يمكن المباراة الوحيدة اللي خسرناها كانت ماتش تونس، وكانت مباراة ودية وكان ليها ظروف يعني خاصة كده، كان لعيبة الأهلي مش موجودين وكان في إصابات كتير وغيابات كتير على المنتخب، لكن بقية الماتشات كلها عملناها بشكل كويس جدا وعملنا فيها نتائج إيجابية حتى مع المنتخبات الكبيرة زي منتخب بلجيكا، زي ماتش الجزائر اللي فات في المعسكر اللي فات، ماتش زامبيا. فالمنتخب ماشي بنجاح، صعدنا لبطولة أمم أفريقيا. الهدف التاني بقى إن شاء الله اللي احنا نصعد لكأس عالم وننافس على بطولة أمم أفريقيا القادمة. ده كان النهاردة التدريب الأول لمنتخب مصر في استاد القاهرة. عندنا طبعا بكرة تمرين وبعد بكرة تمرين، والمباراة هتكون يوم الخميس القادم إن شاء الله زي ما قلت لكم الساعة 7 في استاد القاهرة. توفيق لمنتخبنا الوطني، والواحد سعيد كمان بشراء حقوق ماتشات منتخب مصر من خلال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وأيضا من خلال شركة أورا الشريك الأساسي مع الشركة المتحدة. طيب خليني أقول لكم برضو حاجة بسرعة كده على الزمالك، إن لسه حالا دلوقتي مجلس إدارة نادي الزمالك يعني الاجتماع خلص وخدوا فيه قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك، إيقاف أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري لمدة شهر. دي قرارات بقى العقوبات من قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك النهاردة، إيقاف فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري لمدة شهر، خصم 25% من مستحقات أحمد فتوح وخصم أحمد فتوح ومحمد صبحي وخصم 15% من مستحقات مصطفى الزناري، يعني 25% من مستحقات أحمد فتوح ومحمد صبحي و15% من مستحقات مصطفى الزناري. اختار اللاعبين واتحاد الكرة بالقرار، واستمرار القرار السابق بعرضهم للبيع. دي القرارات بتاعت مجلس إدارة نادي الزمالك اللي تخص الثلاثي المعاقب أحمد فتوح محمد صبحي مصطفى الزناري، تم إيقافهم لمدة شهر بالإضافة إلى خصم 25% من مستحقات أحمد فتوح ومحمد صبحي و15% من مستحقات مصطفى الزناري. اختار اللاعبين بالعقوبات دي واختار اتحاد الكورة. فاكرين امبارح لما أنا قلت لكم إن نادي الزمالك أخطأ إنه ما بلغش اتحاد الكورة قرارات إيقاف فتوح وصبحي؟ فمجلس الإدارة في الزمالك خد قرار إنه يختار اللاعبين ويختار اتحاد الكورة بالقرار، واستمرار القرار السابق بعرضهم للبيع. انشاء مؤسسه خيريه، هقول لكم بقى بقيه القرارات. انشاء خيريه تابعه لنادي الزمالك تتولى الدعم والرعايه لكافه قدامى اللاعبين والعاملين بالنادي بما يليق بهم، وتفويض الدكتور حسام المندوب امين الصندوق باتخاذ الخطوات التنفيذيه. اختار المدرب خوان كارلوس اوزوريو بتوجيه الشكر له وانهاء عقده وفق الاجراءات المقرره، وتم دعوته للحضور لتسويه مستحقات ولم يحضر، ولذلك تم اختاره عن طريق اتحاد الكره المصري لكره القدم وتحديد موعد معه غدا بالمشرفين على الكره من اجل هذا الامر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني نادي الزمالك اختار اوسوريو الفتره اللي فاتت ان هو يحضر للنادي، كان في مفروض امبارح اجتماع مع اوسوريو من مع المسؤولين في نادي الزمالك عشان يخلصوا اجراءات فسخ التعاقد، الراجل ما جاش امبارح اوسوريو. فالزمالك بيختار المدرب ان بكره في قاعدة تانية وفي جلسة تانية وبيختار اتحاد الكورة. خلي بالكوا يا اتحاد كورة، احنا عشان ما يحصلش فيه شكوى من اوسوريو بعد كده يقول لك ما حدش كلمني. فالزمالك بيحفظ حقه القانوني ان هو بيختار اتحاد الكورة وبيختار اوسوريو، يا اوسوريو تعالى عشان نخلص لك مستحقاتك. وانا هحكي لكم دلوقتي تاني برضو على موضوع قصة اوسوريو وراح اتحاد الكورة، هحكي لكم بس ما اخلص القرارات. الموافقة على الاشتراك في بطولة السوبر المصري لكرة اليد اللي بينظمها الاتحاد المصري لكرة اليد من التعاون مع الاتحاد الاماراتي لكرة اليد في الفترة من 7 إلى 10 ديسمبر في دولة الامارات العربية المتحدة. تشكيل لجنة من الخبراء لوضع مشروع متكامل للهيكلة الإدارية بالنادي تعرض على المجلس خلال شهر.
الموافقة على تعيين رؤساء الأجهزة الفنية لكافة الألعاب بالنادي على أن يتم تشكيل عرض التشكيلات الكاملة للأجهزة في الاجتماع القادم. تمام، دي يعني قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك. هلخص لكم القصة، فتوح ومحمد صبحي والزناري هيتوقفوا شهر من تاريخ الإيقاف، من تاريخ الواقعة اللي هو غيابهم عن مباراة زد أو خروجهم من المعسكر. كمان هيتخصم من عقد فتوح ومحمد صبحي 25%، وهيتخصم من مستحقات مصطفى الزناري 15% من عقده، مع الاستمرار في القرار السابق اللي هو عرض الثلاث لعيبه للبيع. بس اعتقد ان قدام شويه كده الموضوع هينتهي يعني، وهيهدى وهيبقى فيه صيغه يعني مش هقول تفاهم يعني، هتخلص القصه هتخلص. طيب خليني اقول لكم بقى ايه اللي حصل. اسوريو النهارده فوجئنا انه راح اتحاد الكوره المصري وعمل اجتمع مع الاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد والاستاذ وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكوره المصري، في حضور عبد الواحد السيد كابتن عبد الواحد السيد مدير الكوره في نادي الزمالك والاستاذ احمد خالد حسنين عضو مجلس اداره نادي الزمالك. واسوريو قال لهم انا زعلان وازاي يتعمل معايا كده والزمالك سابني والزمالك يعني رغم ان كان في ظروف صعبه لكن الزمالك ما تمسكش بيا والكلام ده. وكان يعني بيتكلم ان هو حزين جدا انه ساب الزمالك او الزمالك سابه، ان هو كان عايز يكمل المشوار بتاعه مع نادي الزمالك، وان ليه مستحقات حوالي 3 شهور من مرتبه، ليه 3 شهور من مرتبه ما خدهمش من نادي الزمالك بالاضافه الى الشرط الجزائي شهرين. الشرط الجزائي شهرين. وكان كلامه فيه صيغه تهديد انه يعني لو الزمالك ما دفعش الفلوس دي هيقدم شكوى للاتحاد الدولي لكره القدم في الزمالك. اوكي، الزمالك رد النهارده كابتن عبد الواحد السيد في الاجتماع في وجود اسوريو والاستاذ جمال علام والاستاذ وليد العطار. وخلي بالكم المفروض اسوريو ما يروحش اتحاد الكوره، لو هو عايز يقدم شكوى يقدم شكوى للفيفا، بس هو رايح اتحاد الكوره النهارده عشان يعمل بروباجندا، يعمل شو اعلامي ان هو يعني اتظلم في الزمالك وليه فلوس والكلام ده، تمهيدا ان يعني في صيغه تهديد كده ان بعد كده هيبعت شكوى للاتحاد الدولي. الزمالك رد في الاجتماع وقال ان هم حددوا ميعاد مع اسوريو امبارح وابلغوه ان هو يجي نادي الزمالك امبارح ويقعد مع المسؤولين في نادي الزمالك عشان يفسخ التعاقد وياخد مستحقاته الشخصيه، المرتبات بتاعته والفلوس بتاعته، وهو ما حضرش. فالنهارده تاني بلغوا اسوريو ان بكره في جلسه هيجي يجتمع مع المسؤولين في نادي الزمالك عشان ياخد مستحقاته ويفسخ العقد بالتراضي. القصه دلوقتي ايه بقى؟ اسوريو عايز 3 شهور من المرتب، مستحقاته ما خدهمش، مرتبه ده حقه، وعايز شهرين شرط جزائي اللي منصوصين في العقد. الزمالك بيحاول طبعا يعني ما يطلعش بفلوس كتير او بخساره كبيره. خلي بالكم اسوريو ليه الشهر بتاعه ب 90,000 دولار، 90,000 دولار في 3 ب 270,000 دولار، بالاضافه الى شهرين شرط جزائي يعني حوالي 450,000 دولار. 450,000 دولار اسوريو عايزهم من نادي الزمالك. 450,000 دولار دول يعني حوالي 20 مليون بالمصري او اكتر كمان بالمصري. الزمالك بيحاول يعمل ايه؟ الزمالك بيحاول يقول لاسوريو احنا هنديك الثلاث شهور المستحقات بتاعتك، المرتب ال 270 الف دولار كاش، بس تنازل عن الشهرين الشرط الجزائي، او مش عايز تتنازل عن حاجه هنديك بقى هنجدول المستحقات بتاعتك، هنديك بقى ايه شهر في شهر مش عارف في ايه في كذا في كذا ونعيش مع بعض شويه. ده الـ الـ القصه بتدور دلوقتي ما بين الزمالك وبين اسوريو في الكلام اللي انا بحكيه ده بالظبط. اوكي، ده بالنسبه ل يعني ان اسوريو راح اتحاد الكوره النهارده، وزي ما قلت لكم اسوريو راح اتحاد الكوره راح يعمل شو عشان الاعلام يكتب واحنا نتكلم ونقول اسوريو رايح وليه فلوس يعني بيعمل مشكله لنادي الزمالك، رغم ان المسؤولين في نادي الزمالك قالوا وبلغوه ان هو يحضر امبارح اجتماع في نادي الزمالك عشان يخلصوا مستحقاته ويعملوا اجراءات الفسخ وبالتراضي والكلام ده، لكن هو ما حضرش وراح اتحاد الكوره. يعني مش عارفين ايه السبب، هل حد قال له بقى روح اتحاد الكوره اعمل مشكله عشان الموضوع يكبر، التهديد الكلام ده؟ لكن الراجل طبعا بيحاول يدافع عن حقه، لكن ان هو يروح اتحاد الكوره دي ما يعني ملهاش معنى، ان اتحاد الكوره مش هيعمل له حاجه. هو لو عايز يقدم شكوى في نادي الزمالك هيقدم شكوى للاتحاد الدولي، يعني اتحاد الكوره مش الجهه المتخصصه ان هو يقدم فيها شكوى في نادي الزمالك، ان هو راجل اجنبي يعني.
طيب خلينا نروح للاستاذ احمد سالم برضه، هو يشرح لنا القصه احسن مني ويقول لنا الامور يعني الزمالك موقفه ايه في موضوع اوسوريو النهارده. الاستاذ احمد سالم طبعا المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك. استاذ احمد ازي حضرتك؟ كابتن كريم ازي حضرتك، اهلا بيك. الله يخليك يا استاذ احمد، كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب يا فندم، ربنا يخليك، تسلم. كنت من شويه كده بحكي القصه بتاعت اوسوريو ومستحقاته المتبقيه في نادي الزمالك. النهارده راح اتحاد الكوره ويعني عمل بروباجندا كده وشو اعلامي شويه، ورغم ان المسؤولين في نادي الزمالك يعني بلغوه ان هو المفروض امبارح كان يحضر نادي الزمالك عشان ينهي اجراءات فسخ التعاقد بالتراضي وياخد مستحقاته، لكن هو ما حضرش. والمسؤولين في نادي الزمالك كمان النهارده كابتن عبد الواحد السيد والاستاذ احمد خالد حسنين راحوا اتحاد الكوره وشرحوا الموقف برضه قدام اوسوريو، وبلغوه ان هو عنده جلسه بكره اعتقد مع اداره الزمالك. مظبوط، بكره مع المشرفين على الكوره، بكره ان شاء الله. عايز اعرف عشان بس ان هو يجي بكره ويعني باذن الله الموضوع ينتهي بشكل لائق ان شاء الله. يعني انت شايف الموقف ازاي وموقف نادي الزمالك ايه من الازمه دي؟ والله هو احنا المعلومه جت في النادي، يعني المجلس استغرب جدا لان هو كان في ميعاد يوم الاربعاء وما جاش، وميعاد يوم الاحد وما جاش، ففوجئنا ان هو موجود في اتحاد الكوره. بس يعني احنا يعني نتعشى من يكون ده بحسن نيه او يكون يعني ما اعرفش، يعني هو بكره يمكن يبان الرؤيه اكتر سبب انه راح لاتحاد الكوره، لكن يعني ان شاء الله الامور تتحل بشكل لائق بالطرفين يعني. هل اتكلمتوا مع الوكيل بتاعه حبشي عشان الموضوع ينتهي؟ المفروض ان حبشي كان استاذ محمد حبشي تقريبا كان عنده خبر بميعاد يوم الاحد المفروض، وعنده خبر المفروض بميعاد بكره، وبلغنا اتحاد الكوره بميعاد بكره بشكل رسمي. ونتمنى ان الموضوع يخلص بكره باذن الله. يعني متوقعين ان هو يجي بكره ولا برضه ممكن؟ الله اعلم. ما تعرفش. احنا بلغنا كل الاطراف يعني. بس الزمالك مأمن موقفه ان انتوا بتختاروه رسمي؟ مفيش مشكله اصلا، هو ما عندناش مشكله في الموضوع. عشان ما يبعتش بقى شكوى للاتحاد الدولي يقول لك لا وشكوى ليه؟ هو اصلا احنا يعني احنا استوفينا كل الاجراءات السليمه، بلغناه بشكل رسمي بانهاء التعاقد، وبلغناه بشكل رسمي بان هو يجي يتفاوض او يعني يخلص اجراءاته. ايوه، فمفيش حاجه تستدعي اي شكاوى يعني. تمام، يعني ان شاء الله بكره باذن الله بس الراجل يلتزم ويجي واداره الزمالك تخلص معاه الموضوع ان شاء الله. ان شاء الله. انا لسه من شويه كنت بقول قرارات مجلس الاداره النهارده، ويمكن المجلس الاداره النهارده ما تطرقش لموضوع المدرب، وانا حتى اليومين اللي فات اتكلمت قلت يعني كابتن معتمد جمال راجل نجم نادي الزمالك وراجل نجم ونجح في اختبار صعب امام بيراميدز، وليه ما ياخدش الفرصه خلال الفتره القادمه؟ وشايف ان مجلس الاداره ماشي في الاتجاه ده، ان حتى النهارده ما اتكلمش عن اي مدرب مثلا اجنبي او حد عايز يتعاقد معاه من خلال هو كل الثقه للكابتن معتمد جمال كقائم باعمال المدير الفني وكل الدعم، وهو عامل شغل هايل وفي روح هايله في التمرين، وان شاء الله ربنا يوفقه ان شاء الله. يا استاذ احمد بشكرك. انت عايز توضح حاجه لجمهور الزمالك بعد اجتماع مجلس الاداره النهارده؟ ما اعتقدش، يعني تالي العقوبات باينه بتاعه اللعيبه وكل القرارات متهيألي واضحه يعني. ايقاف اللعيبه شهر من تاريخ الواقعه و25% من عقد فتوح ومحمد صبحي ولا 20 صبحي و15 الزناري. 20 صبحي و15 الزناري. واستمرار القرار بعرض البيع. استمرار القرار بعرض البيع. في حاجه يعني ممكن الامور تتحل خلال الفتره القادمه؟ لا، اصل هي مش يعني مش خلاف ممكن يتحل او خناقه او حاجه، هي واقعه معينه وخضعت لتحقيق رسمي. مش قصدي كده، قصدي ان اللعيبه كانت قدمت يعني عرضت ان هي تعمل بيان اعتذار لمجلس الاداره وللجماهير. لا لا لا، القانون ياخد مجراه الاول وبعد كده اي حاجه تانية تبقى تيجي يعني في وقتها. تمام. انا مش بتكلم على العقوبات، انا بتكلم على استمرار قرار عرض البيع. حتى الان قرار عرض البيع قائم وتم التاكيد عليه اكثر من مره. تمام. بشكرك يا استاذ احمد. عفوا كابتن كريم. الله يخليك، بشكرك شكرا جزيلا. اتفضل. بشكر استاذ احمد سالم بصراحه، الراجل المتحدث الرسمي كل ما بنطلبه الراجل بيرد ويعني ماشي معانا بشكل جميل، وده بصراحه دور رائع. يعني دور اعلامي رائع لمجلس اداره نادي الزمالك من خلال طبعا الاستاذ احمد سالم، راجل عنده يعني لباقه وبيتكلم بشكل كويس جدا وبيعرض طبعا وجهات نظر نادي الزمالك والكلام ده، فدي حاجه كويسه جدا يكون في متحدث اعلامي نتواصل معاه ويتواصل مع الاعلام ويتواصل مع البرامج الرياضيه ومع الجماهير عشان نبقى عارفين بشكل رسمي ايه اللي بيدور، وانا بحكي لكم بقى الحاجات الكواليس التحابيش اللي في الوسط يعني. طيب كنت انا اتكلمت بعد ماتش بيراميدز في البرنامج هنا وقلت ان نادي الزمالك لازم يدعم كابتن معتمد جمال ولازم الراجل يكمل، مش بقول بقى لشهر يناير، لا لنهايه الموسم، وان ياخد فرصته، وان كابتن معتمد نجح مع الزمالك في مباراه صعبه جدا في ظروف صعبه جدا وغيابات كتيره جدا، فليه ما ياخدش فرصته بدل ما نقعد نجيب اجانب؟ معلش ما تزعلوش مني يعني، اجانب
مدربين مش عايز اغلط فيهم، بس مدربين ما بيضيفوش حاجه للكره المصريه، بيجي ياخدوا فلوس بس، لكن ما فيش اي اضافه للكره المصريه. يعني قولوا لي مثلا اوسوريو، اوسوريو مع احترامي ليه يعني، عمل ايه لنادي الزمالك؟ ايه التطوير او ايه الاستفاده اللي نادي الزمالك استفادها من اوسوريو؟ انا مش شايف اي استفاده. البطوله العربيه اللي فاتت في السعوديه كانت الزمالك كان في المتناول ان هو يصعد، رغم ان كان معاه الشباب السعودي والنصر السعودي في المجموعه وماتشات صعبه، لكن الزمالك كان ممكن يصعد وكان ماشي بشكل كويس جدا في الماتشات. تغييرات اوسوريو هي اللي خسرت الزمالك الماتشات وخلت الشباب السعودي يتعادل مع الزمالك والنصر السعودي يتعادل مع الزمالك، رغم ان الزمالك كان متقدم وكان يعني ممكن يشتغل بشكل كويس جدا ونوصل للادوار النهائيه في البطوله. وانا حتى ساعتها قلت الكلام ده. الماتشات اللي فاتت في الدوري بتشوف تشكيلات مختلفه، يعني مش عايز اقعد اتكلم على الماضي وانتقد اوسوريو والكلام ده خلاص، لكن انا دايما بقول لو ما قدرتش تجيب مدرب جامد، يعني مدرب اجنبي جامد يضيف للكره المصريه ويضيف للزمالك ويطور الاداء ويشتغل بشكل كذا، ما تجيبش اي حد وخلاص عشان هو اجنبي ونديله فلوس بالدولارات وما يضيفش حاجه وفي الاخر بيمشي. فاحنا عندنا مدربين مصريين جامدين، كابتن معتمد جمال كمان شخصيته هاديه وراجل متزن وراجل زملكاوي وابن النادي، وانا مش بقول كده على فكره مجامله ولا حاجه، انا عايز مصلحه الزمالك وشايف ان كابتن معتمد يقدر ان شاء الله يكون موجود، بس لازم مجلس الاداره يديله الثقه، مش كل شويه نقعد نتكلم عن ان في مفاوضات مع مدربين، لا يطلع مجلس الاداره يقول كابتن معتمد مكمل لنهايه الموسم، ونجيب له زي ما قلت في الحلقه اللي فاتت نجيب له الجهاز اللي هو مريحه اللي هو عايز يشتغل معاهم اللي هو يقدروا يساعدوه وينجحوه، يبقى فيه هدوء الاعلام والجماهير الزمالك تساعد كابتن معتمد ويبقى فيه هدوء حواليه، ان خلي بالكم انا ابن نادي الزمالك وعارف الكواليس جوه نادي الزمالك، نادي الزمالك نادي صعب، جوه النادي فيه كلام كتير ورغي كتير ومش عارف ايه، لا لازم الناس تقفل على بعضها وما تعرفش ايه اللي بيحصل جوه الغرف المغلقه، اداره الفرقه تكون المدير الفني ومدير الكوره بالاشراف طبعا مجلس الاداره، في كابتن احمد سليمان وكابتن حسين السيد مشرفين على فريق كره القدم، فالدنيا تبقى هاديه، الرغي اللي في الاعلام الكتير واللعيبه تطلع تتكلم ويبقى في نظام وفي سيستم. نادي الزمالك نادي كبير محتاج ان هو مع المجلس الجديد ان شاء الله يبقى الدنيا هاديه، والنهارده انا شايف ان مجلس اداره الزمالك ادم ما جابش سيره المدرب او في كلام مع مفاوضات مع مدربين في الاجتماع ده حاجه كويسه، بس عايزهم بقى الفتره الجايه يدعموا ويساندوا كابتن معتمد جمال بحاجه واحده، احنا ورا كابتن معتمد، كابتن معتمد مكمل لنهايه الموسم، مش عايزين نقعد نقيم نستنى نشوف بقى بعد كده الشهر اللي جاي معتمد هيعمل ايه، الزمالك هيكسب الزمالك، ادم انت خدت قرار خلاص امشي عليه وتوكل على الله وان شاء الله تبقى خير والفرقه تمشي بشكل كويس جدا. نخلي بالكم برضو لسه الزمالك مجلس الاداره عنده يعني مشاكل كتير جدا، عايز يفك القيد وعايز يدفع فلوس للعيبه مستحقاتها ومشكله فتوح وصبحي يعني في مشاكل كتير وفلوس مستحقات خالد بوطيب ومستحقات مش عارف شيكابالا بتاعت سبورتنج لشبونه ومستحقات اتشيمبونج، دي كل الكلام ده مبالغ كبيره جدا، انا مش عايز اقول ارقام يعني مليارات، ولسه نادي الزمالك هو الحمد لله حل المشكله مع وزاره الماليه ومصلحه الضرايب وجدوله المستحقات والديون اللي على نادي الزمالك، فرع 6 اكتوبر والبدء فيه الانشاءات قصص قصص، وفريق كرة اليد وفريق الباسكت ومستحقات اللعيبة اللي متأخرة في الألعاب الأخرى، حاجات كتيرة جدا الله يكون في عون مجلس الإدارة، بس هم داخلين انتخابات وعارفين إن هم هيواجهوا الحاجات دي وعندهم حلول، بس إحنا لازم نصبر عليهم، مجلس الجماهير والإعلام يعني في ناس بتكلمني زملكاوية أنا على اتصال طبعا بناس محبين جدا لنادي الزمالك، مستعجلين لسه المجلس يعني ناجح من أسبوعين، الصفقات اللعيبه الجديده مش عارف هنجيب مين، طب مش عارف نرجع مين، فلوس اللعيبه ما اتدفعتش المستحقات القديمه، ايقاف القيد هنحل، اهدوا كل حاجه هتتحل، بس الحاجات دي صعبه مش سهله وهتتحل بس بالتدريج، ان زي ما قلت لكم المجلس الاداره ده ورث تركه صعبه ومشاكل كتير، فلازم على مهلنا كل ده، والناس برضه عايزه الزمالك ينافس على الدوري وينافس على بطوله افريقيا الكونفدراليه، فعشان تحل وتنافس معادلة صعبة،
لازم نبقى هادين مع مجلس الاداره ونخلي الناس تشتغل باريحيه عشان يقدروا يحلوا المشاكل اللي هم كده كده مضغوطين، الله يكون في عونهم يعني. حتى كنت قابلت امبارح كابتن حسين لبيب رئيس النادي في حفله الجمهوريه، والكابتن احمد سليمان والكابتن هشام نصر نائب رئيس النادي واستاذ حسام المندوه كانوا متواجدين، وفي يعني الناس بتحاول بشتى الطرق ان هي تحل المشاكل كلها. اتمنى التوفيق للزمالك ان شاء الله خلال الفتره القادمه. الزمالك هيلعب ماتشين وديين خلال فتره التوقف، وان الزمالك بعد كده ان شاء الله هيرجع على مباراه ابو سليم الليبي في الكونفدراليه. انتوا عارفين الزمالك يعني عندنا جوله كده في دوري الابطال والكونفدراليه بعد انتهاء الاجنده الدوليه بالنسبه لمنتخب مصر. لجنه المسابقات بتحدد يوم 29 نوفمبر موعد لمباراه مودرن فيوتشر والزمالك في استاد السلام. الزمالك وفيوتشر هيلعبوا بعض في الدوري يوم 29. لجنه الانضباط بتقرر استدعاء الاستاذ ممدوح عيد الرئيس التنفيذي النادي بيراميدز لاستماع لاقواله على شكوى اتحاد الكوره. انتوا عارفين كان لجنه اتحاد الكوره كان اشتكى الاستاذ ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز للجنه الانضباط، فلجنه الانضباط قررت استدعاء الاستاذ ممدوح عيد عشان يعني ياخدوا اقواله ويحققوا معاه في الشكوى بتاعت اتحاد الكوره، ان كان الاستاذ ممدوح عيد هاجم الحكام بعد ماتش الزمالك وبيراميدز. بيراميدز بيغري محمد حمدي ب 17 مليون جنيه في الموسم. انتوا عارفين محمد حمدي الاهلي مركز بشكل كبير جدا عشان ياخد محمد حمدي الظهير الايسر، ان زي ما قلت لكم وافتكروا كلامي الاهلي مش هيجدد السنه الجايه مع علي معلول، ده اخر موسم لعلي معلول مع النادي الاهلي. مش عشان علي معلول وحش، لا خلاص، علي معلول قعد فتره كبيره جدا في النادي الاهلي، قدم يعني بطولات ومستوى رائع جدا مع النادي الاهلي، ويعتبر يعني علي معلول دلوقتي ابن من ابناء النادي الاهلي. فالسنه الجايه الاهلي هيتيح له فرصه عشان يقدر يحترف في نادي خليجي ياخد فلوس اكتر، يعني حاجه برضو تبقى كويسه في الاهلي وعلي معلول. فعلي مش هيكون اللي انا عارفه يعني من جوه النادي الاهلي ان علي ده اخر موسم بالنسبه له مع النادي الاهلي وعقده هيخلص ومش هيتم تجديد عقده، بالعكس علي هيكون ليه الحريه ان هو يروح لاي عرض، وعنده عروض كتيره خليجيه وبارقام كبيره جدا. فالاهلي دلوقتي بيدور على باك ليفت، يعني حتى تلاقي الفتره اللي فاتت كريم الدبيس بدا كولر يلعبه كريم الدبيس ناحيه الشمال، الماتش اللي فات لعب خالد عبد الفتاح ناحيه الشمال، والاهلي كان مركز مع احمد فتوح من فتره وبعدين صرف النظر عن التعاقد مع احمد فتوح عشان العلاقات الجيده الجديده ما بين الزمالك والاهلي. فالتركيز كله دلوقتي الاهلي مركز عايز يجيب محمد حمدي لاعب بيراميدز، ومحمد حمدي عقده هيخلص مع بيراميدز بنهايه الموسم الحالي. بيراميدز مقدم عرض برضه زي ما انا قلت لكم دلوقتي ب 17 مليون جنيه لمحمد حمدي. محمد حمدي لو راح الاهلي يعني الرقم هيكون اقل من كده، ان في سقف في النادي الاهلي بالنسبه للاعبين الفئه الاولى. فهنشوف محمد حمدي هيروح الاهلي ولا هيبقى في بيراميدز وهيجدد عقده في بيراميدز. ان محمد حمدي مطلوب دلوقتي بشكل كبير جدا في النادي الاهلي. ماشي ماشي. الجهات الامنيه في مصر وافقت على حضور 30,000 متفرج في مباراه مصر وجيبوتي ان شاء الله، المقرر اللي هي المقرر ليها يوم الخميس القادم في تصفيات كاس العالم. 30,000 متفرج هيكونوا موجودين في استاد القاهره ان شاء الله، يأزروا ويساندوا ويشجعوا منتخب مصر في مباراه جيبوتي باذن الله. كمان الاهلي بيطلب عوده احمد رمضان بيكم من سيراميكا. انتوا عارفين احمد رمضان بيكم لاعب سيراميكا الحالي، طبعا بيلعب ظهير ايمن وبيلعب مساك وبيلعب في نص الملعب وسط مدافع. الاهلي عايز يرجعه في حضور طبعا المهندس محمد عادل المشرف على الفريق وعضو مجلس الاداره في نادي المقاولين. اجتمع المهندس محسن صلاح رئيس النادي مع اللعيبه والجهاز الفني. طبعا ان المقاولين العرب البدايه بتاعته في الدوري ما كانتش كويسه الفتره اللي فاتت، 6 ماتشات اتعادلوا ماتشين واتغلبوا 4 ماتشات، فالمقاولين في المركز الاخير بنقطتين، طبعا مركز لا يليق بنادي المقاولين المؤسسه الكبيره والنادي الكبير. فالنهارده المهندس محسن صلاح اجتمع زي ما انتم شايفين مع اللعيبه والمهندس محمد عادل فتحي مشرف على الفريق، اجتمعوا مع اللعيبه واتكلموا يعني شدوا حيلكم يا رجاله، ما ينفعش كده الكلام ده، الفتره الجايه لازم يبقى افضل من كده. طبعا ده مش الوضع الطبيعي لنادي المقاولين العرب، احد الانديه العريقه جدا جدا في مصر. وكابتن شوقي غريب عامل برنامج الفتره الجايه عشان يجهز الفريق لاستئناف الدوري، وعامل حوالي 4 ماتشات وديه نادي المقاولين العرب. وطبعا المهندس محمد عادل اتكلم برضو النهارده مع اللعيبه ومع الجهاز
ويعني طبعا ده بيبقى دايما دور رئيس النادي والمشرف على الفريق المهندس محمد عادل في الفتره الصعبه، ودايما نادي المقاولين العرب من الانديه الكبيره اللي بتعرف تتعامل مع المواقف الصعبه، وناس محترمه وناس يعني بلغه البلدي كده بتاع الناس ادرجيه، المهندس محسن صلاح والمهندس محمد عادل يعني الناس دايما محترمين جدا وبيديروا نادي كبير زي نادي المقاولين العرب. لكن بتحصل ساعات دروبات في الفرق الكبيره في فترات معينه، وبيقدر مجلس الاداره والجهاز واللعيبه يخرجوا نفسهم من المواقف الصعبه، والمقاولين مر بفترات كتيره زي دي صعبه وطلع منها بنجاح يعني بشكل كبير. كابتن ايمن الرمادي مدير الفني لسيراميكا هيلعب برضه خلال فتره توقف الدوري 3 ماتشات وديه، بيجهز فرقته للمباراه القادمه امام البنك الاهلي. البنك الاهلي وسيراميكا هيلعبوا بعض ان شاء الله يوم 1 ديسمبر ان شاء الله مع استئناف الدوري مره اخرى. الاسماعيلي النهارده لعب مباراه وديه مع فريق المروج الليبي اللي بيدربه اعتقد كابتن احمد ايوب، كابتن احمد ايوب وكابتن احمد عبد الفتاح مدربينا المصريين بيدربوا نادي المروج الليبي، ولعبوا النهارده مباراه وديه مع النادي الاسماعيلي وانتهت بالتعادل الايجابي 1-1. مروان حمدي كان سجل للنادي الاسماعيلي في الدقيقه 18 ونادي المروج اتعادل بفاول من خارج منطقه الجزاء. الكابتن برضو ايهاب جلال بيجرب اللعيبه وبيجهزهم عشان استئناف الدوري ان شاء الله. الاسماعيلي عنده ماتشات صعبه مع استئناف الدوري، عنده بيراميدز يوم 28 في ملعب بيراميدز، وبعد كده هيستضيف البنك الاهلي يوم 5 ديسمبر في ملعب الاسماعيلي، فماتشات صعبه للنادي الاسماعيلي مع استئناف الدوري. كابتن امين عمر حكمنا الدولي هيتم هيحكم مباراه جنوب افريقيا ورواندا في التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم. الاتحاد الافريقي لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي اختارت كابتن امين عمر هيحكم مباراه جنوب افريقيا ورواندا ان شاء الله في تصفيات كاس العالم، واللي هتتلعب يوم 21 نوفمبر. والطاقم المساعدين مع كابتن امين طبعا طاقم مصري كابتن محمود ابو الرجال وكابتن احمد توفيق طلب حكام مساعدين، والكابتن احمد الغندور حكم رابع، طاقم تحكيم مصر بقياده امين عمر لاداره مباراه جنوب افريقيا ورواندا في تصفيات كاس العالم. امبارح كنت قلت لكم خبر ان الاهلي عايز عمر كمال عبد الواحد، وان نادي فيوتشر طلب صلاح محسن وكريستو محمد الضوي، وفيوتشر يدي الاهلي عمر كمال وياخد كريستو وصلاح محسن. النهارده كريستو موافق قال لك انا عايز اروح نادي فيوتشر، كريستو اللي هو محمد الضوي لاعب التونسي ما بلعبش في الاهلي فعايز فرصه لعب، فكريستو لاعب الاهلي رحب بعرض فيوتشر ان هو ينضم لفيوتشر خلال الفتره القادمه. برضو لجنه المسابقات النهارده بلغت النادي المصري ونادي فيوتشر بتأجيل مواجهتهم في الدوري يوم 7 ديسمبر عشان فيوتشر عنده مباراه في الكونفدراليه، فالنهارده لجنه المسابقات خدت قرار بتأجيل ماتش المصري ومودرن فيوتشر يوم 7 ديسمبر، وبرضو خدت قرار بتأجيل مباراه بيراميدز والجونه اللي كان المفروض هتتلعب يوم 4 او 5 ديسمبر، برضو تم تأجيل مباراه بيراميدز والجونه عشان بيراميدز عنده ماتشين في دوري ابطال افريقيا، والماتشين هيكونوا خارج مصر. طلائع الجيش برضو لعب مباراه وديه النهارده مع الهلال الليبي اللي بيقوده كابتن محمد عوده، و انتهت المباراه النهارده 3-1 لصالح طلائع الجيش على الهلال الليبي. مباراه اتلعبت في استاد جهاز الرياضه العسكري. كابتن عبد الحميد بسيوني طبعا بيجهز برضو فريق طلائع الجيش لاستئناف الدوري، وكابتن محمد عوده مدير الفني النادي الهلال الليبي بيجهز برضو فرقته لماتشات الكونفدراليه وماتشات الدوري الليبي. طلع الجيش زي ما قلت لكم كسب 3-1 النهارده، محمد هاني وموسى ديوارا وكريم طارق اللي احرزوا الاهداف، وهدف الهلال الليبي احرزه معتصم التايب لاعب الهلال الليبي. طيب هنطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل مع بعض في كوره كله. نرجع تاني مع بعض، والنهارده كمان كان أول يوم في معسكر المنتخب الأولمبي.
منتخب الاولمبي بقياده روجيرو ميكالي مدربنا البرازيلي، عاملين معسكر خلال فتره التوقف الدولي في العاصمه الاداريه، معسكر تدريبي لمنتخب مصر. دي لقطات حتى من المعسكر النهارده، اول يوم لمعسكر منتخب مصر الاولمبي. كريم الدبيس وطبعا كابتن عادل مصطفى انضم للجهاز الفني بدلا من الكابتن وائل رياض. انتوا عارفين ان الكابتن وائل رياض مسك منتخب الشباب 2005، فضموا بقى كابتن عادل مصطفى كمدرب هيكون مع روجيريو ميكالي في الجهاز الفني. طبعا المنتخب بيستعد للاولمبيات القادمه، الاولمبيات هتكون في شهر 7 اللي جاي ان شاء الله 2024. لكن خلي بالكم التوقفات الدوليه قليله، يعني احنا عندنا هو معسكر، وبعدين المفروض هيبقى في معسكر تاني في شهر يناير، ومعسكر في شهر 3، ومعسكر اخير في شهر 6 قبل اولمبيات القادمه اللي هتكون في باريس ان شاء الله 2024. وانتوا عارفين طبعا منتخبنا الاولمبي تاهل الى الاولمبيات القادمه، نتمنى لهم التوفيق. الجهاز الفني شغال اهو، اللعيبه، معسكر تدريبي في العاصمه الاداريه. كابتن محمد بركات طبعا نجم الكبير وعضو مجلس اداره اتحاد الكوره والمشرف على المنتخب الاولمبي، راجل بصراحه عايز اشيد بالكابتن محمد بركات ودوره، ما بيسيبش لحظه المنتخب الاولمبي، معاهم في كل التدريبات في كل الماتشات الرسميه. كابتن سيد السويركي مدرب حراس المرمى، فبصراحه كابتن بركات عامل دور رائع 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 مع المنتخب الاولمبي، والراجل يعني ما بيسيبش اي حاجه للمنتخب الاولمبي، على اتصال دائم بروجيرو ميكالي والجهاز الفني، بيلبي كل طلباتهم، بيساندهم، معاهم في المعسكرات في التدريب، كان معاهم في بطوله افريقيا في المغرب تحت 23 سنه، البطوله اللي اهلتنا للاولمبياد. فبشكره بصراحه وبحييه، كابتن محمد بركات عامل دور رائع جدا. وخلي بالكم لما يكون المشرف على الفريق نجم كبير زي محمد بركات، لعيب دولي ولعيب مثل منتخب مصر ومثل الاهلي وعمل انجازات، بيبقى فاهم، بيبقى عارف هو بيتعامل ازاي مع اللعيبه، بيتعامل ازاي مع الجهاز الفني، ازاي يقدر يلبي طلباتهم ويوفر كل الامكانيات عشان تنجح الفرقه. فبصراحه في اتنين في اتحاد الكوره، كابتن حازم امام مشرف على المنتخب الاول، كابتن محمد بركات المشرف على المنتخب الاولمبي، الاثنين عاملين دور رائع جدا جدا. حتى من شويه كنت بنتفرج على تدريبات المنتخب الاول وشفنا كابتن حازم موجود معاهم بيسافر برضه معاهم، فبحيي الاثنين بصراحه، اثنين نجوم كبار كمان في الكره المصريه وعاملين دور رائع جدا. يمكن هم برضه من اسباب النجاحات اللي موجوده، يعني مش هم لوحديهم طبعا، في جهاز فني وفي لعيبه وفي اداره في اتحاد الكوره، بس ليهم دور كبير ودور بارز وواضح، كابتن محمد بركات والكابتن حازم امام. وزي ما قلت لكم لما بيكونوا اثنين نجوم كبار ولعبوا على مستوى دولي واحترفوا خارج مصر ومثلوا منتخب مصر وكسبوا بطولات مع انديتهم اهلي وزمالك، بركات الاهلي وحازم امام زمالك، فبيبقوا ناس فاهمه يعني موجودين في المكان المظبوط ودورهم واضح. والنجاحات اللي احنا فيها خلال الفتره اللي فاتت ان شاء الله نكمل نجاحات سواء للمنتخب الاول او المنتخب الاولمبي ان شاء الله. طيب دي كانت لقطات من تدريب منتخب مصر الاولمبي النهارده. خلي بالكم منتخب الشباب في ليبيا في تونس عشان بطوله شمال افريقيا، البطوله بدات النهارده واحنا هنلعب اول ماتش ان شاء الله يوم الاربعاء، مصر وليبيا بطوله دوره شمال افريقيا لمنتخبات الشباب. النهارده المنتخب التونسي كسب الجزائر 4-2 في افتتاح البطوله، ومنتخب المغرب كسب ليبيا 6-0. احنا هنلعب مع ليبيا يوم الاربعاء اللي جاي، فطبعا يعني ان شاء الله نتمنى التوفيق لمنتخبنا. وواضح ان المنتخب الليبي مش في احسن مستوى، ان النهارده اتغلب من المغرب 6-0 وتونس كسبت الجزائر 4-2. احنا اول مباراه زي ما قلت لكم يوم الاربعاء اللي جاي ان شاء الله مع منتخب ليبيا. النهارده كان في جوله في دوري المحترفين لكره القدم اللي هو دوري القسم الثاني، خلينا كده ناخد النتائج ونجيب لكم بعض الاهداف اللي تم تسجيلها النهارده في الماتشات. النهارده اسوان فازت على مكادي 3-2 في مباراه قويه جدا في استاد اسوان، اسوان فاز على مكادي 3-2. بترول اسيوط النهارده عمل مفاجاه كبيره وكسب غزل المحله 1-0 في ملعب بترول اسيوط في اسيوط. ابو قير الاسمده كسب النصر التعدين بنتيجه كبيره 5-0. النهارده كابتن ايمن المزين مدير الفني لابو قير الاسمده، يعني نتيجه كبيره جدا، اعتقد اكبر نتيجه حصلت لغايه دلوقتي في دوري المحترفين، ابو قير الاسمده بيكسب النصر التعدين 5-0. المقصه كمان فاز على جمهوريه شبين 1-0، ورايا وتكيرنس اتعادلوا النهارده 2-2. دي نتائج ماتشات دوري المحترفين النهارده. خلينا نشوف معانا بعض الماتشات كده، دي مباراه اسوان ومكادي. مكادي لابس التيشيرت النبيتي واسوان التيشيرت الازرق. مكادي بدا بالتسجيل عن طريق ناصر الفار
وبعدين أسوان اتعادل عن طريق محمد مرسي، ده هدف التعادل لأسوان عن طريق محمد مرسي، وبعدين تقدم أسوان عن طريق حسام عرفات الهدف الثاني في الشوط الأول على فكرة في الدقيقة 43، بقت 2-1 لأسوان. ماتش النهاردة كان مثير جدا ما بين أسوان ومكادي، ومكادي تقدم وبعدين أسوان اتعادل وتقدم، وبعدين في الشوط الثاني اللاعب الجنبي موسى سيلساي بيحرز الهدف الثالث لأسوان، موسى مهاجم فريق أسوان، بقت 3-1. الهدف ده كان في الدقيقة 72، وبدأ أسوان يعني في الدقيقة 72 يأكد المكسب، وفي الوقت الضايع في الدقيقة 91 عبد الله وحيد أحرز الهدف الثاني لمكادي، لكن كان الوقت خلاص متأخر ما لحقش مكادي يرجع للماتش، لكن مباراة حلوة وفوز أسوان على مكادي 3-2 النهاردة في دوري المحترفين. دي مباراة رايا وديكيرنس بيلعبوا في استاد الماكس في حرس الحدود النهاردة، رايا وديكيرنس 2-2، تقدم فريق رايا بهدف عن طريق عمرو جمعة، وبعدين حسام عبد الواحد أحرز الهدف الثاني للرايا من ضربة جزاء في الدقيقة 22 من الشوط الأول، ولكن ديكيرنس ما يأس، ديكيرنس لابس أحمر خلي بالكوا ورايا الأزرق، وقدر فريق ديكيرنس انه يرجع تاني للمباراة. ده الهدف الاول لديكيرنس احمد عصام شيكو في الدقيقة 27، وبعدين هدف التعادل لديكيرنس في الشوط التاني عن طريق احمد جمال. رايا ما قدرش يحافظ على تقدمه 2-0، و يعني قدر ديكيرنس يتعادل مع رايا وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2. يبقى أسوان كسب مكادي 3-2، بترول أسيوط كسب غزل المحلة 1-0، أبو قير الأسمدة فوز على النصر التعدين 5-0، المقصة وجمهورية شبين 1-0 لصالح المقصة، وتعادل إيجابي 2-2 ما بين رايا وما بين ديكيرنس في دوري المحترفين. بكرة كمان في ماتشات إن شاء الله، بقية اللقاءات الجولة الثامنة في دوري المحترفين. القناة هيلعب مع المصري للاتصالات بكره ان شاء الله، وطنطا هيستضيف النجوم في ملعب طنطا، السكه الحديد وبروكسي في ملعب السكه الحديد، ولافينا هيستضيف حرس الحدود بكره ان شاء الله. دي لقاءات الدوري المحترفين، القناه مع المصري للاتصالات، طنطا مع النجوم، السكه الحديد مع بروكسي، ولافينا مع حرس الحدود. النهارده مجلس اداره نادي غزل المحله قرر ايقاف المستحقات بعد النتائج السلبيه لفريق غزل المحلة، وأخيرهم كان الخسارة النهاردة من بترول أسيوط 1-0. نروح بقى للتنس والسكواش، وعندنا ميار شريف نجمتنا المصرية بتلعب بطولة دلوقتي، بطولة اسمها بطولة كولينا للتنس، وكان مفروض هتلعب النهاردة مباراة مع اللاعبة الأرجنتينية جوليا رييرا، ولكن تم تأجيلها لبكرة. ميار شريف دلوقتي رقم 49 على العالم، والمصنفة الأولى في البطولة، إن اللاعبات اللي معاها في البطولة كلهم تصنيفهم أقل من ميار، وإن شاء الله نتمنى لها التوفيق ميار شريف في مباراتها بكرة أمام اللاعبة الأرجنتينية جوليا رييرا، واللاعبة دي مصنفة رقم 158 على العالم. وكمان ميار بتشارك في البطولة دي في منافسات زوجي السيدات، هتلعب برضو ماتش في زوجي السيدات إن شاء الله في نفس البطولة. وكانت ميار الفترة اللي فاتت مصابة، فقعدت فترة كده حوالي شهر شهر وشوية ما بتلعبش في البطولات بسبب الإصابة، لكن عادت، ودي تعتبر أول بطولة ليها بعد العودة من الإصابة، إن شاء الله نتمنى لها التوفيق. تصنيف الإسكواش النهاردة، رابطة اللاعبين المحترفين الإسكواش البي اس اي أعلنت التصنيف العالمي، وخلينا نشوف كده تصنيف الرجال في الإسكواش، واستمر علي فرج في نفس التصنيف في المركز الأول، دييجو إلياس، وفي المركز الثاني لاعب بيرو، مصطفى عسل بقى تقدم مركزين، مصطفى عسل اللي هو في المركز الثالث كان قبل كده في الخامس، فتقدم مركزين بقى في المركز الثالث، مبروك لمصطفى عسل، ومبروك طبعا لعلي فرج استمراره على في المركز الأول في التصنيف العالمي. محمد الشرباجي تراجع بقى في المركز الرابع بس باسم إنجلترا، بول كول برضو تراجع مركز لاعب نيوزلندا،
كريم عبد الجواد في المركز السادس لاعبنا المصري، مازن هشام في المركز السابع برضو لاعبنا المصري حاجة مشرفة جدا، مروان الشرباجي باسم انجلترا في المركز الثامن، طارق مؤمن نجمنا المصري في المركز التاسع، وجويل ماكين في المركز العاشر. عندنا برضو لعيبة مصريين، يوسف سليمان في المركز ال 12، وعندنا محمد الشربيني في المركز ال 15 وتقدم مركزين، عندنا فارس الدسوقي برضو في المركز ال 16 وتقدم مركزين، عندنا علي ابو العينين في المركز ال 17 وتقدم بالاخضر ده يعني تقدم مركزين، الرقم 2 دي واخضر يعني تقدم مركزين، الاحمر دي يعني تراجع. في احد اصدقائي بقى في السكواش كلمني وفهمني القصه دي، ويعني عندنا هو ما شاء الله اكتر من لعيب في التصنيف العالمي، وطبعا يتصدر علي فرج المركز الاول. نروح برضو نشوف السيدات، وعندنا ما شاء الله الثلاثه برضو بتوعنا المتصدرات، نور الشربيني في المركز الاول، نوران جوهر في المركز الثاني، هانيا الحمامي في المركز الثالث، جويل كينج نيوزيلندا المركز الرابع، اماندا صبحي الامريكيه في المركز الخامس، عندنا كمان نور الطيب المصريه في المركز السادس، وجيلس البلجيكيه في المركز السابع، وجورجينا كندي الانجليزيه في المركز الثامن، فيتشر الامريكيه في المركز التاسع، و ده في اتنين جيلس، نيلي وتيني اخوات من اللعيبه المركز السابع، نيلي جيلس دي بلجيكيه واختها تيني جيلس في المركز العاشر برضو البلجيكيه، عندنا برضو مصريات في المراكز ال 11 سلمى هاني، وعندنا روان العربي في المركز ال 14 وتقدمت مركز، عندنا كمان ندى عباس في المركز ال 17 وتقدمت مركز، عندنا امينه عرفي في المركز ال 18 وتقدمت مركزين، وفريده محمد في المركز ال 19. يعني ما شاء الله احنا في السكواش، وانتوا طبعا احنا قلنا لكم الفتره اللي فاتت على السكواش ان هو هتبقى خلاص لعبه اولمبيه رسميه في الاولمبيات البعد القادمه، هي اولمبيات 2028 ان شاء الله هتبقى السكواش لعبه اولمبيه رسميه، وهيبقى ان شاء الله فيها ميداليات، ويعني لو استمرنا بالتفوق ده في السكواش هنقدر ناخد ميداليات اولمبيه ذهبيه كتير جدا وفضيه وبرونزيه في الاولمبياد، بس هتبقى لعبه رسميه في الاولمبياد من الاولمبياد اللي بعد القادمه، اولمبياد باريس مش هيكون فيها الاسكواش، من الاولمبياد بعد كده اعتقد لوس انجلوس اللي هي 2028 هيبقى الاسكواش من ضمن الالعاب الرسميه المدرجه في الميداليات في الاولمبياد ان شاء الله. طيب خلينا نروح بقى لجولتنا الاوروبيه في الدوريات الاوروبيه كده قبل ما نستقبل كابتن اشرف قاسم. نشوف الدوريات، امبارح خدنا الدوري الانجليزي وشفنا طبعا محمد صلاح المتالق واللي سجل 10 اهداف في الدوري الانجليزي وكان احرز هدفين في اخر مباراه لليفربول. نروح بقى الدوري الاسباني النهارده، وريال مدريد كسب فالنسيا مكسب كبير جدا 5-1. ريال مدريد بيفوز على فالنسيا 5-1 في الجوله ال 13 من الدوري الاسباني. كارفاخال سجل الهدف الاول، وفينيسيوس جونيور هدفين، ورودريجو هدفين، وفوز كبير لريال مدريد على فالنسيا 5-1. رغم الفوز ده ريال مدريد في المركز الثاني في الدوري الاسباني ب 32 نقطه، ان جيرونا السنه دي عاملين نتائج كويسه جدا وعاملين مفاجاه، وفريق جيرونا متصدر الدوري الاسباني ب 34 نقطه، ريال مدريد 32 في المركز الثاني. برشلونه كمان فاز على ديبورتيفو الافيش 2-1، روبرت ليفاندوفسكي هو اللي احرز الهدفين رغم ان كان برشلونه خسران 1-0، دخل فيهم جون في اول 18 ثانيه، لكن بعد كده برشلونه قدر يتعادل في الشوط الثاني بهدفين لروبرت ليفاندوفسكي طبعا المهاجم البولندي وهداف برشلونه، والجون اللي جه في برشلونه من فريق ديبورتيفو الافيش بقول لكم في اول 18 ثانيه يعتبر اسرع هدف يخش في مرمى برشلونه في بطوله الليجا في القرن ال 21، ان بعد 18 ثانيه فقط من بدايه المباراه. فالدوري الاسباني جيرونا المركز الاول 34 نقطه، ريال مدريد الثاني 32 نقطه، برشلونه الثالث ب 30 نقطه، فرق مش كبير. نروح للدوري الايطالي، وليتشي قدر يتعادل مع اي سي ميلان 2-2، كان اي سي ميلان متقدم 2-0 عن طريق جيرو وتيجاني، لكن رجع ليتشي في الشوط الثاني وتعادل 2-2، وحتى جيرو المهاجم الفرنسي مهاجم اي سي ميلان اتطرد، خد انذارين واتطرد في المباراه، تعادل ايجابي 2-2 ما بين ليتشي واي سي ميلان.
نكمل جولتنا في الدوري الايطالي. اليوفنتوس قدر يفوز على كالياري 2-1، بريمر ودانييلي روجاني هما الهدفين لليوفنتوس، فوز اليوفنتوس على كالياري 2-1. كمان كان في مفاجاه كبيره في الجوله ال 12 في الدوري الايطالي، نابولي خسر على ملعبه من امبولي 1-0، والهدف جه في الدقيقه 91 في الوقت الضايع. فيكتور كوفالينكو مهاجم امبولي هو اللي احرز الهدف. وبعد المباراه دي اداره نادي نابولي قررت اقاله المدير الفني رودي جارسيا من منصبه. يعني خساره نابولي 1-0 من امبولي في ملعب نابولي خلت اداره نادي نابولي يعني تاخد قرار باقاله رودي جارسيا مدرب نابولي. لاتسيو تعادل مع روما 0-0، وانتر ميلان فاز على فروزينوني 2-0، دي ماركو اللي احرز الهدف، وكالن جولو الهدف الثاني، فوز الانتر وخلى الانتر في صداره الدوري. الفوز ده بتاع الانتر 2-0 على فروزينيني خلى الانتر في المركز الاول في صداره الدوري الايطالي برصيد 31 نقطه، وبيطارد الانتر اليوفنتوس في المركز الثاني ب 29 نقطه، والمركز الثالث الاي سي ميلان ب 23 نقطه، ونابولي في المركز الرابع ب 21 نقطه. الانتر 31 نقطه في صداره الدوري الايطالي بعد 12 جوله من الدوري الكالتشيو او الدوري الايطالي. نروح للدوري الالماني، وبايرن ميونخ بيفوز فوز كبير على هايدنهايم 4-2. هاري كين زي ما انتم شايفينه اللاعب الانجليزي مهاجم من البايرن احرز هدفين، ورافائيل جوريرو وتشوبو موتينج، تشوبو موتينج برضو احرز الهدف الرابع. 4-2 لبايرن ميونخ على هايدنهايم، فوز كبير. وبايرن ميونخ برضو يعني في المركز الثاني في الدوري الالماني ب 29 نقطه، وبيتصدر الدوري الالماني باير ليفركوزن ب 31 نقطه، فرق نقطتين عن بايرن ميونخ. شتوتجارد قدر يفوز على بروسيا دورتموند 2-1، طبعا الخساره دي خلت بروسيا دورتموند تبعد تماما عن فرق المقدمه. بروسيا دورتموند خسر من شتوتجارد 2-1، وبقى بروسيا دورتموند في المركز الخامس ب 21 نقطه، فارق 10 نقاط عن باير ليفركوزن المتصدر ب 31 نقطه. كمان عمر مرموش نجمنا المصري شارك مع فرقته انتراخ فرانكفورت امام فيردر بريمن، وانتهت المباراه بالتعادل الايجابي 2-2. عمر شارك في المباراه كلها من البدايه للنهايه، وصنع الهدف الثاني لفريقه، وفرقته تعادلت للمره السادسه. فريق انتراخ فرانكفورت كمان السنه دي يعني ماشيين بشكل كويس في الدوري الالماني في المركز السابع، وعمر مرموش مسجل 4 اهداف السنه دي وعامل شغل كويس جدا مع فرقته انتراخ فرانكفورت، وبدا عمر مرموش مستوى يتطور بشكل كبير جدا في الدوري الالماني. نروح للدوري الفرنسي، و باريس سان جيرمان بيفوز فوز كبير على ستاد ريمز 3-0، كيليان امبابي اللي احرز الثلاث اهداف الهاتريك في المباراه، فوز 3-0 باقدام كيليان امبابي هو اللي احرز الثلاث اهداف، هدف في الدقيقه 3 وهدف في الدقيقه 59 وهدف في الدقيقه 82. وباريس سان جيرمان طبعا هو متصدر الدوري الفرنسي حتى الان 27 نقطه، وفي عاده دايما دلوقتي اللعيب اللي بيجيب هاتريك في ماتش بياخد بيحتفظ بكره المباراه، فكيليان امبابي هو متصور واخد كره الماتش اللي احرز بيها الثلاث اهداف في المباراه، وهو هداف الدوري الفرنسي دلوقتي ب 13 هدف. كمان مصطفى محمد نجمنا المصري طبعا اللي بيلعب في نادي نانت شارك مع فرقته، ولكن في خساره للمباراه الثالثه على التوالي ضد فريق ميدز في الدوري الفرنسي، خسروا 3-1. مصطفى بدأ المباراه بشكل اساسي وخرج في الدقيقه 54، ودي المباراه الثالثه على التوالي اللي نادي نانت بيخسر فيها في الدوري الفرنسي. خلي بالكم نادي نانت تراجع شويه بقى في المركز التاسع ب 14 نقطه، وزي ما قلت لكم في صداره الدوري باريس سان جيرمان 27، نيس في المركز الثاني 26، والمركز الثالث فريق موناكو ب 24 نقطه. نروح للدوري السعودي، ونروح لمحمد شريف نجمنا المصري بيقود فريق الخليج السعودي للفوز على الطائي 3-1، ومحمد شريف كمان سجل الهدف الثالث في الدقيقه 73، وده يعتبر تاني هدف لمحمد شريف بقميص نادي الخليج السعودي. مبروك لمحمد طبعا مع فرقته، فريق الخليج بيفوزوا على الطائي 3-1، ومحمد شريف بيسجل
الهدف الثالث في المباراه، وانتم عارفين ان محمد شريف كمان يعني انضم لمعسكر منتخب مصر. فريق ضمك بقياده طارق حامد بيعملوا مباراه كبيره جدا وبيتعادلوا امام اهلي جده 2-2، رغم ان طارق حامد ما لعبش المباراه، كان عنده ايقاف ماتشين، لكن فرقته عملت ماتش كويس جدا فريق ضمك وتعادلوا مع اهلي جده 2-2. الهلال بيفوز على التعاون 2-0 بس بصعوبه، ان الهدفين جم في الاخر في الدقيقه 81 والدقيقه 99 في الوقت الضايع، متروفيتش الهدف الاول للهلال ومحمد كانو في الدقيقه 99 في الوقت الضايع، فوز الهلال على التعاون 2-0 وتصدر الهلال قمه الدوري السعودي برصيد 35 نقطه. اتحاد جده كمان فازوا على ابها 4-2، كريم بنزيما سجل هاتريك في المباراه. خلي بالكم كريم بنزيما كان متضايق قوي من مدرب اللي هو سانتو مدرب اتحاد جده، بس تمت اقالته فتالق كريم بنزيما بقى بعد اقاله سانتوس وبعد اقاله سانتو واحرز 3 اهداف وفاز فريق اتحاد جده على ابها 4-2 وهاتريك لكريم بنزيما. كمان نادي النصر السعودي بقياده كريستيانو رونالدو بيفوز على الوحده 3-1 وكريستيانو سجل الهدف الثالث. الصراع قوي جدا على الدوري السعودي، بس الفرقتين اللي قريبين من بعض، الهلال في المركز الاول 35 نقطه وبيطاردوا بقى نادي النصر في المركز الثاني ب 31 نقطه، واتلعب 13 جوله في الدوري السعودي حتى الان. طيب هنروح بقى نستقبل نجمنا الكبير كابتن اشرف قاسم، بس واحنا رايحين نستقبله هنتفرج على تقرير عن بروتوكول تعاون ما بين وزارة الرياضة مع شركة كريد العقارية لدعم الأبطال الحاصلين على ميداليات في أولمبياد باريس. شركة كريد العقارية تدعم طبعا في شراكة مع وزارة الشباب والرياضة وتعاون بروتوكول تعاون عشان تدعم الرياضيين بتوعنا بإذن الله ولاعبتنا ولاعباتنا اللي إن شاء الله إن شاء الله مرشحين للحصول على ميداليات في الأولمبياد القادمة. نشوف التقرير مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ودعمه المستمر للرياضة طبعا والرياضيين المصريين، وإن شاء الله نحصل على ميداليات أولمبية، وبعدين نستقبل نجمنا الكبير كابتن أشرف قاسم بعد الفاصل إن شاء الله. حقيقة بدأنا نتواصل مع وزارة الشباب والرياضة ولقينا تعاون غير مسبوق، يعني أنا بتعامل مع حكومة كتير الصراحة، التعاون كان كده عندهم مشاريع كتير جاهزة أوريدي ومستنيين بس جزء من التمويل ليها، في مشاريع كانت قائمة ومشاريع لسه بتبتدي منها. إحنا بالتالي بدأنا النهاردة وقعنا البروتوكول، أول حاجة إن إحنا بندعم الأبطال الأولمبيين بمبالغ مادية لما يحققوا ميداليات إن شاء الله في أولمبياد باريس 2024، وفي 1,000,000 جنيه خصصناها للمشروع القومي للموهبه والبطل الاولمبي، وده مشروع برضو من الحاجات اللي احنا فخورين قوي ان احنا كان لينا مساهمه فيها، ان دي بتعد ابطال خلال ال10 سنين الجايين، يعني بس مش بنتكلم على السنه اللي جايه، احنا بنتكلم ان ابطال الصغيرين بنعدهم نفسيا وذهنيا وبدنيا وفنيا ان هو يقدر في البطولات القادمه ان شاء الله يقدر يحقق ميداليات. مثل هذا التعاون اللي بيتم ده شيء الحقيقه احنا محتاجينه فعلا بشده، وكمان في ظل المشروعات القوميه المعموله الشباب بتاعنا مش عاوزين يسيب بلده، يعني ما يحسش باي نقص، وده اللي بتقوم بيه الشركات الحقيقه القطاع الخاص. فهو التعاون ده تعاون مثمر ولصالح البلد ولصالح الرياضه المصريه، واحنا بننتظر كمان اكتر ان شاء الله ان رجال الاعمال يدخلوا في قطاع الانديه وتتكون الشركات بقى رياضيه وتبقى فعلا الرياضه قائمه على مجموعه الشركات دي والضخ فيها ايضا اموال، ويبقى الانديه بتاعتنا على نفس المستويات العاليه اللي احنا كلنا بنأملها ان شاء الله. الاعمال دي كان عامل شراكات مع بعض الكيانات الاقتصاديه السنه اللي فاتت او من سنتين ثلاثه قبل اولمبياد طوكيو. فابتدينا نمشي على نفس الدايركشن ان يبقى في معانا كيانات اقتصاديه وتجاريه كقطاع خاص يشارك معانا في بناء هذا المنتج اللي هو اللعيب او البطل اللي يحقق ميداليه
سواء عالميه او اولمبيه باسم مصر. يعني النهارده احنا بنوقع بروتوكول تعاون مع شركه كريد للتنميه العمرانيه، احد الكيانات الاقتصاديه الكبيره، ومن الجانب المعنوي والمسؤوليه المجتمعيه من ناحيتهم انه يشاركوا معانا في هذا البروتوكول بدعم 5 مليون جنيه، وفي 5 مليون تانيين في بروتوكول تاني بنعمله معاهم في خلال شهر ان شاء الله. نرجع تاني مع بعض ونرحب بنجمنا الكبير كابتن اشرف قاسم، طبعا برنس الكره المصريه، وهنساله اسئله كتير النهارده. ازيك كابتن اشرف؟ ازيك كابتن كريم؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله منور، ربنا يخليك. كله تمام؟ كله تمام. عايز اكلمك على المنتخب الاول، عايز اكلمك على الزمالك وقرارات مجلس الاداره النهارده والفتره القادمه، عايز اكلمك على الاهلي اللي انت عاوزه وتراجع شويه الاداء والمستوى والنتائج شويه في النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت. عايز نبتدي منين؟ هنبدأ بالمنتخب عشان عندنا ماتشين مهمين في التصفيات، جيبوتي وسيراليون، والناس مستسهلة الماتشين، وانا قعدت من شويه اقول لا مفيش حاجه اسمها سهله، ده عايزين نبدا تصفيات كاس العالم بقوه. يعني احنا لازم برضو نتعلم من الدروس اللي قبل كده برضو، لكن برضو هو لازم تكون واقعي. يعني جيبوتي مع مصر طبعا في فرق كبير جدا في التاريخ، المجموعه الفرقه، المجموعه اللعيبه اللي موجوده هنا، الوضع بتاعها عامل ازاي كلعيبه محترفين اذا كان خارج مصر او داخل مصر. الموضوع ده طبعا لازم يبقى موضوع في الاعتبار، فمن هنا بيجي الاستسهال. لكن في كره القدم ما فيش الكلام ده، يعني ممكن في المباراه تلاقي الكره مش ماشيه معاك في اليوم ده، الموضوع يبقى صعب جدا وانت ما كنتش مجهز نفسك للسيناريو ده. فالطبيعي ان اكيد الجهاز الفني فيتوريا طبعا اكيد هيبلغ لعيبته ان لازم يكون في احترام للمنافس، وده مهمة جدا كلمة احترام المنافس. لازم تحترم قدرات المنافس اللي قدامك حتى لو اقل فنيا، عشان تقدر تأدي المباراة زي ما انت عايز او تكسب مكسب بدري علشان يريحك في خلال المباراة كلها. وخصوصا انت مباراة هتبتديها هتلعب في ملعبك، دي حاجة برضه كويسة ان بداية المباريات بتاعتك في التصفيات هتلعبها في ملعبك وسط جمهورك، فدي هتفرق كتير يوم جدا. الخميس الساعة 7 يعني دي هتفرق كتير جدا معانا. مجموعة اللعيبة حتى كمان، يعني لازم لما نيجي نتكلم على مجموعة اللعيبة انا اتكلم على المحترفين في البداية. مجموعة المحترفين اللي عندنا طبعا على رأسهم محمد صلاح، مصطفى محمد، تريزيجيه، مرموش، يعني الرباعي ده اعتقد هو ده اللي بيحي يعني بنسبة كبيرة. ممكن يكون في نص الملعب النني ولسه ده المهاجمين، في النني هيبقى متواجد، وبنسبة كبيرة فيتوريا بيعتمد على المحترفين في اوروبا بشكل اساسي. يعني ممكن هتلاقي ممكن نني وجنبيه ممكن طارق يلعبوا الاثنين في وسط الملعب، ممكن الرباعي الهجومي هيلعب صلاح، مصطفى محمد، تريزيجيه، وممكن يحط مرموش. ممكن يحط مرموش تحتيه او ممكن يحط زيزو، يعني زي ما لعب في المباراه الاخيره. فبرضه دي تدي لك قوة هجومية كويسة جدا، مع طبعا الالتزام الدفاعي اللي عندك ده طبعا اكيد مهم جدا ان انت تتعامل معاه. حتى برضه ما تحطش في الاعتبار ان انت تلعب قدام فرقة اسمها مش كبير، لكن كرة القدم ما تحطش الاعتبارات دي. الاعتبار الاساسي ان انت بتحترم الامكانيات الفرقة اللي قدامك وتقدر تشتغل على الاداء بتاعك داخل الملعب، والتركيز ان انت تكسب المباراة، تركيز تنفيذ تعليمات المدير الفني، لان انت كمان انت ما بتلحقش، انت التجمع بتاع الفرقه 3 ايام، يعني ما بتلحقش النهارده. اول يوم هتلعب بعد يومين بالظبط، يوم الخميس 3 ايام بالظبط، الثلاث اربع هتلعب الخميس. حتى كمان المباراه اللي بعدها سيراليون بعديها ب3 ايام برضو، يعني طريق، يعني يوم سفر ويوم ونص اقول لك بس، يعني مش هتلحق حتى كمان. تدريبات خفيفه، يعني حتى كمان المدير الفني مش بيلحق يشتغل، يعني يحفظ لعيبته او حاجه، فالمفروض ان هو بيجي اللعيبه بتاعته جاهزه. علشان كده وده رد على اسئله الناس اللي بتقول ليه ما ضمش لعيبه جديده، علشان هو ما عندوش فتره كافيه ان هو يقدر يدرب لعيبته على الاسلوب وطريقه اللعب. مجموعه اللعيبه اللي موجوده حافظه طريقه، يعني بنسبه مثلا 99% اللي كانت موجوده مع الفترات اللي فاتت. فهو ده يعني ده اعتقد ده الفكر اللي هو عنده،
ونتمنى ان شاء الله ان هم يقدموا مباراه كويسه قدام جيبوتي. بس الماتشين في المتناول لو احنا خدناهم بتركيز طبعا واحترمنا المنافسين. طبعا ما فيش كلام، ده اهم حاجه، احترام المنافس ده رقم واحد لازم تتحط تحتها مليون خط. المباراه الثانيه ممكن تبقى صعبه لان انت هتبقى فيها اجهاد شويه. سفر بعد مباراه وهتلعب على نجيل صناعي فدي مشكله ممكن تقابل شويه، لكن لو احنا قدرنا نتغلب عليها. اليوم برضه عندهم ماتش مع اثيوبيا بس في المغرب. تمام، بس هيكونوا مسافرين المغرب وهيرجعوا على ليبيريا. انا بتكلم على نوعيه الارضيه كمان. ارضيه الملعب مش دي الكويسه بالنسبه للمجموعات اللعيبه كلها اذا كان مصريين او محترفين في اوروبا. يعني خلص الموضوع ده ما بقاش موجود في اوروبا خالص. فممكن يكون ليه تاثير شويه، لكن لعبتنا لعبوا عليه قبل كده، يعني برضه لعبوا عليه قبل كده، فاتمنى ان شاء الله ان هم يقدموا مبارتين كويسه. الاسبوع اللي فات كنا بنتكلم انا وحضرتك كان ليك يعني كنا حتى قلت لك احتمال ان فيتوريا يضم احمد فتوح ومحمد صبحي وهم عندهم عقوبه من نادي الزمالك، وحضرتك قلت لي يعني ما ينفعش ينضموا المنتخب لكن فيتوريا اختارهم، ليك تعليق في الموضوع هو ده؟ هو طبعا انا مش معاه في الاختيار، لكن هو طبعا من البدايه خالص ان كان المفروض في الوقت اللي خد فيه مجلس اداره نادي الزمالك القرار ده كان لازم يتم مراسله لاتحاد الكوره بالعقوبه اللي اتعملت، على اساس برضه يبقى في توجيه للمدير الفني ان حصل مشكله كبيره في النادي وفي قرارات ضد اللعيبه دي علشان يقدر هو ياخد قرار. لكن انا مش مع طبعا انضمام اللعيبه في التوقيت ده او في الظروف اللي حصلت ديت. المفروض اتحاد الكره كان لازم يبقى ليه راي في القرار ده، قرار ضمهم. يعني برضه انا مش عايز الوم شويه لفيتوريا، لكن هو كمدير فني اجنبي هو بيدور على مصلحته، عايز لعيبته هما، مع ان المفروض ان هما ما لعبوش الفتره اللي فاتت، فهو ضمهم علشان اللي احنا قلنا عليه، مش هيقدر يجيب لعيبه جديده عشان يقدر يدربها على اسلوبه وطريقه لعبه، لكن المفروض ان دي حاجه اخلاقيه تربويه من خلال النادي، فالمفروض هو كان يمشي مع الاتجاه اللي مشي عليه النادي. يعني انا برضو لو احنا سالنا نفسنا لو حصل مشكله في المنتخب مع فيتوريا نفسه وطلب ان هم يتم ايقاف اللعيبه، هل هيتم ايقافهم؟ لا، هيتم ايقافهم في الانديه في النادي. طب ما يقول ليه ما تبقاش بالعكس بقى، هيتم ايقافه في النادي لو عمل مشكله مثلا مع منتخب واي لعيب. جميل، انا موافق. مش بتكلم على الزمالك او اي فرقه، انا موافق تماما ان لو حصل مشكله من لاعب داخل المنتخب يتم ايقافه في انديتهم. طب ما هو ده حصل في النادي، ليه ما تمش ايقافهم؟ كان كمان لازم الزمالك كان يبلغ رسميا اتحاد الكوره بقرار ايقاف. ده مصر كلها كانت عارفه الموضوع. اتحاد الكوره كان اعضاء اعضاء اتحاد الكوره اللي كان لازم يكون ليهم تدخل في حاجه زي دي، لان دي حاجه تربويه. انت اصل انت الرياضه دي انت بتربي فيها اجيال. ما هو دلوقتي الشباب الناشئ بيشوف الحاجه اللي حصلت دي حصلت ازاي، ردود الافعال بتاعه الانديه واتحاد الكوره، فهو انت بتعلم حاجه معينه، مبادئ وقيم معينه في اللاعب الصغير. طيب النهارده انا بدات الحلقه بخبر حلو جدا، الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه بالمشاركه مع شركه اورا اشتروا حقوق ماتشات منتخب مصر في تصفيات كاس العالم، واشتروا كمان ملخصات الماتشات والاهداف بتاعه الماتشات الاخرى او المنتخبات الاخرى الافريقيه في تصفيات كاس العالم، ودي حاجه ما حصلتش من فتره كبيره جدا يا كابتن اشرف. هتتيح للمشاهد المصري والعربي من خلال قنوات اون تايم سبورتس ان هو يشاهد ماتشات المنتخب الداخليه والخارجيه في التصفيات. دي حاجه رائعه جدا ان انت تحاول ان انت نرجع بقى زي زمان بالظبط كده، يعني تحاول ان انت توصل المشاهد ان هو يقعد قدام الشاشه بتاعتك انت، ما يروحش على شاشه اخرى. كنا ساعات في ناس ما مش قادره تدفع الاشتراك، ده اللي انا اقصده، هيتفرج في كافيه، ما دي اللي هيدفع اكتر. دلوقتي الاسره المصريه بالزبط. كلها الستات قاعدين في بيتك وانت فاتح، بعدين انت ده منتخب بلدك نفسك تتفرج على 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 زي اللي كان فعلا زمان لما الناس كلها كانت بتبقى قاعده قدام المباريات تتجمع وكلهم بيشجعوا، كانوا عارفين اسماء اللعيبه كلها، يعني منسجمين جدا في المباريات بتاعه منتخبنا الوطني. فطبعا كل التحيه للشركه المتحده على ان هم قدروا ان يعملوا ياخدوا القرار ده او الموقف ده، وان هم سعوا فيه وقدروا ان هم يحققوا. حاجه رائعه بصراحه، ويعني الفتره اللي فاتت كمان يعني عمالين يجوا لنا حقوق ماتشات وبطولات وحاجات بصراحه، يعني خصوصا كمان ماتشات المنتخب دي تبقى مهمه جدا للشعب المصري. على فكره ان يعني في اي يعني
اي مباريات بتبقى مهمه بالشكل ده انت محتاج ان انت تتفرج عليها وانت مرتاح. أي. ما تقعدش تجري ورا القنوات انا مش عارف اجيب القناه دي انا عاوز اتفرج على المباراه. وفينا فعلا زي الناس زي ما بتقول في ناس زي ما انت بتقول ما بتقدرش ان هي تشترك في قنوات فبتضطر ان هي تنزل تتفرج. في ناس ساعات كانت بتقف تتفرج على الكافيهات من بره علشان مش قادره تقعد جوه. صح. فانت دلوقتي انت ريحت الجمهور الرياضي المصري في ان هو يقدر ان هو يتفرج على المباريات بتاعته او مباريات منتخبه في القنوات بتاعتنا. طيب هنسيب المنتخب واعتقد احنا يعني ان شاء الله عندنا ثقه كبيره في منتخبنا ان احنا نقدر ناخد الست نقط ان شاء الله من الماتشين في نبتدي في الاول في الجوله الاولى بجيبوتي الاول وبعدين نبتدي نركز في اللي بعد كده ان شاء الله. وكمان وزاره الداخليه والجهات الامنيه وافقت على حضور 30,000 مشجع استاد القاهره فعدد يعتبر كويس. يا ريت يبقى اكتر كمان من كده لو نقدر بس هو مش هنقدر نعمل كده الا لو في التزام من الجماهير. بص الالتزام الجماهير هو اللي هيوصل بس على مستوى المنتخب مش هيلتزموا ليه بقى؟ احنا في الانديه بنقعد نتخانق شويه. انا نفسي يا كريم والله ان كل المباريات نشوف فيها جمهور ما يقلش عن 30 40,000 ولا 50,000 متفرج. ما هو لازم يكون في التزام. بس جماهير الانديه تلتزم. طبعا ما هو الالتزام ده من الجماهير هو اللي بيدي التفكير سكر. الايجابي للجهات الامنيه ان هم يسمحوا بالدخول. صح. لكن طول ما انت بتعمل في مشاكل في المباريات او في الملاعب هتقتصر على عدد معين جدا عشان يقدر يبقى فيه تحكم في صح. طيب خلينا نروح للزمالك والزمالك يمكن كان في قرارات الفتره اللي فاتت والنهارده كمان كان في قرارات من شويه بخصوص اللاعبين احمد فتوح والزناري ومحمد صبحي ايقافهم شهر خصومات ماليه 25% من عقد فتوح او مستحقاته 20% لصبحي حارس المرمى 15% مصطفى الزناري مع الابقاء على قرار اللي كانوا خدوه قبل كده مجلس اداره الزمالك بعرضهم للبيع. ليك تعليق على القرارات دي؟ يعني هو القرارات دي ما اتغيرتش يعني هي كده ما فيش تغيير فيها لكن انا مش عارف موضوع يعني لا هم توقفوا شهر يعني بعد شهر يقدروا يتمرنوا مع الفرقه. لا انا مش عارف موضوع عرضهم للبيع يعني مستمر. هل دي ده من حق النادي ان هو يعرضهم للبيع لان هم من حقهم في يناير ان هم يوقعوا. فانت دلوقتي عايز تعرض اللي من حقه يوقع صبحي وفتوح ان عقدهم هيخلص. يعني هو كلام يعني مع احترام طبعا الزناري لكن معظم الكلام على الاثنين دول لان هم عندهم فرصه كبيره ان هم يوقعوا لاي نادي. فهو اصلا بعد شهر ولا حاجه انت خلاص داخل على يناير ديسمبر وخلاص يعني ما عندكش الا شهر واحد. فانا شايف ان لو في تفكير للتجديد للعيبه يبقى دلوقتي يبقى دلوقتي لان هو انت لو جيت قلت لهم انا هعرضك للبيع هو ممكن يقول لك انا مش موافق. لا ما هي دي القرار ده نوع من انواع الضغط على فتوح بالذات عشان يجدد. يا كابتن هو دلوقتي اصلا ما فيش موضوع ضغط ولا الموضوع دلوقتي مكشوف للناس كلها. انت عايز تجدد مع النادي ولا مش عايز تجدد مع النادي؟ هو دلوقتي ما فيش حاجه ثانيه. هو طلب طلبات اداره الزمالك شايف ان هي مبالغ فيها. هو طبعا مبالغ فيها هيقدروا يدفعوا الارقام الكبيره. انا معاهم مليون في الميه ولو انت عملت كده يبقى انت فعلا بتعمل مشكله كبيره جدا مع باقي اللعيبه اللي موجوده انت عندك لو الزمالك لبى الطلبات الكبيره دي طبعا مفيش كلام مفيش كلام. طب لو انت مكان فتوح يا كابتن اشرف وانت نجم من نجوم نادي الزمالك عمري ما لا انا عمري ما كنت هعمل كده مش هتعمل كده لا عمري ما كنت هعمل زيه ابدا مستحيل مش هتعمل لا طبعا مفيش طلبات حتى لو انت جالك عروض لا طبعا انديه اخرى بارقام كبيره لا طبعا اصلا مش هفكر فيها عشان ارد لا طبعا مش هعمل كده انا مش حلو دراع نادي الزمالك عشان اخد فلوس زياده مستحيل وعلى فكره نادي الزمالك بس لو جاي لك عروض هم عايزين هم بيقدروا كتير من انديه ثانيه هم عايزين يقدروه تقدير كويس جدا يعني على فكره دايما لما بنيجي احنا نقول مثلا لو جالك لاعب انت لاعب في نادي الزمالك وجاي لك عرض في نادي ثاني في نادي الزمالك وانت بتلعب اساسي واخد حقك ثالث ومثالث من الجماهير والجماهير مسانده ليك بشكل كبير جدا هتاخد 10 قروش هنا وهنا 15 لا انت تقعد هنا لان هنا انت محقق كل حاجه انت عايزها اول حاجه فيها المسانده الجماهيريه انت ممكن تروح في حته ثانيه ممكن لا قدر الله ممكن تكون في حته تفكر كده بصراحه يعني خليني اقول لك في الزمن اللي احنا فيه ده بيفكروا ماديا في الفلوس ماديا طبعا اكتر فلوس فين يعني اللي احنا فاكر احنا قلنا ايه قبل كده في الحلقه اللي فاتت هو بيفكر في مصلحته طب ما انا كنادي الزمالك لازم افكر في مصلحتي انا عاوز انا هعمل ايه يعني لو عملت التعاقد ده ممكن حتى لو اللعيب راح لنادي منافس للزمالك مثلا اهلي بيراميدز بس انت ممكن برضو بالرغم ان انت بتحاول تعمل معاه تعاقد والحاجات دي كلها ممكن ما يرضاش يوقع معاك لو هو بقى خلاص هو واخد قرار مش عايز يقعد فمش هيقعد ايوه انت هتقلل من نفسك انت هتقلل من نفسك
انت محتاجه؟ اه محتاجه، يعني احنا فتوح لعيب كويس جدا ولاعب مؤثر جدا في فرقه، لكن ليه اصول. يعني الموضوع بيبقى ليه اصول، فانت لازم يبقى التفكير والقرارات، القرارات اللي هم اخذوها انا معاهم فيها، لكن انا لازم يتحط وقت علشان يبقى فيه رد منه، انت هتبقى ولا مش هتبقى. هل طب كمان السؤال لمجلس الاداره دلوقتي، لو هو ما رضاش يوقع معاك او يجدد معاك هتعمل معاه ايه؟ هل هيشارك في المباريات ولا مش هيشارك؟ لا ما اعتقدش. طب ولو شارك هتقدر ان هيبقى عنده مباريات كتير جدا، حتى لو هو بيبقى مش متخاذل، لو هو ما توفقش في مباراه خلي بالك، هو النهارده القرار في مجلس الاداره العقوبه شهر، تمام ماشي، ايقاف لفتوح بعد الشهر بقى، بعد شهر هيتمرن وممكن يلعب ماتشات عادي. جميل. انت دلوقتي لو هو ما جددش معاك هتلعبه بعد الشهر ده؟ اه هيلعب. طب ما هو ده استفيد منه بقى في نهايه عقد. يعني انا مش شايف ان ده صح. لا انا مش شايف ان ده صح. يعني انت دلوقتي لو راجل لعيب عندك مقيد، بس هو عم وانت اديته عقوبه شهر، لا هو رد فعله معاك لغى كل اللي قبل كده. الرد فعل اللي اتعمل منه لغى كل اللي قبل كده، اللي هو ايه اللي هو الموضوع اللي حصل ده في المباراه اللي بتاعت اللي هو لما مشي من المعسكر. طبعا لا ما ينفعش يا كريم. ما ينفعش، اصل احنا مش هينفع نحاول ان احنا نوجد له مبرر على اللي هو عمله. مفيش مبرر ليه خالص. في يوم مباراه بتسيب المعسكر وتمشي وبيحاولوا يقولوا لك ارجع، تقول لهم لا مش راجع، وبعدين تاني يوم كمان لسوء حظك الفرقه بتخسر. على فكره لو الفرقه كانت كسبت كان لازم ياخدوا القرارات دي برضه، لان ده حاجه تربويه. ايوه دي ما ينفعش يبقى في نظام يعني داخل الفريق. ما ينفعش. طيب النهارده في مجلس الاداره ما اتطرقوش خالص لموضوع مفاوضات مع مدرب اجنبي، يعني بيفاوضوا حد الكلام ده، ويعني دي اعتقد رساله كويسه ان كابتن معتمد مكمل وان شاء الله يكمل بنجاح مع نادي الزمالك. انت شايف ايه في القصه دي؟ لا انا اول حاجه احييهم ان هم وصلوا للناس ان هم دلوقتي لغايه دلوقتي لسه ما خدوش قرار في المدرب. اه اكيد هم بيدوروا في برضه بيشوفوا سيفيهات او الحاجات دي كلها عشان ياخدوا القرار في الوقت المناسب. موضوع ان هم يدوا الفرصه لمعتمد جمال ان هو يكون متواجد فتره، دي حاجه ده هو ده الصح. لان هو في بدايه الاتفاق مع معتمد ان هو هيكون متواجد لحين تواجد مدير فني اجنبي. أيوة. هم لغايه دلوقتي ما قدروش ان هم يوصلوا للمدير الفني، وانا معاهم مش ما فيهاش استعجال. مش ما فيهاش استعجال يعني خد وقتك بقى براحتك وعيش الشهور اللي جايه، لا انت حط توقيت زي ما انت قلت لغايه يناير، وبعدين ابتدي ايه شوف المدرب واختاره صح علشان يقدر. طب وليه الكابتن معتمد ما يكملش لنهايه الموسم؟ هو لنهايه هم الاتفاق بتاعهم مش كده. يعني هو الاتفاق مع معتمد من البدايه، وانا بحترم في معتمد ده بشكل كبير جدا ان هو وافق انه يكون متواجد لغايه ما يجي بقى مدير فني. بس انا المشكله يا كابتن دايما المديرين الفنيين اللي بيجوا مش المستوى اللي هو يعمل اضافه للزمالك، عشان كده ما تستعجلش يطور للفريق. لا لا كريم ما تقولش كده. ليه؟ لما كان فيريرا يعني اسوريو اخر واحد، لا فيريرا لما كان موجود او في الاول خالص كان كويس جدا طبعا. بس دلوقتي الزمالك ما عندوش قدرات ماليه ان هو يجيب واحد مثلا ب 100,000 دولار او 200,000 دولار. لا ممكن يجيبه لغايه، انا سامع ان هو ممكن حاطين بادجت لل 60,000 دولار. لا بالجهاز يعني كله 80، يعني مليون في للجهاز ككل، مليون دولار في السنه للجهاز ككل. فهو لو انت بصيت لاسعار المدربين اللي بره، لا يعني هتبقى تلاقيها عادي. انت المدير الفني بتاع المنتخب بتاعك بياخد قد ايه؟ فيتوريا؟ اه 200 وشويه. طيب يعني طيب رقم ونادي. لا ما هو نادي، ما هو نادي زي نادي الزمالك، لا يعني برضه مش اقل من الكلام ده. مش اقل من الكلام ده. قدرات دلوقتي في نادي الزمالك عنده مشاكل قيد وايقاف قيد ولاعيبه، بس انت عارف من البدايه مش هتقدر تدفع الارقام الجامده. انت عارف من البدايه ان انت لو في تغيير مدير فني كنت هجيب اجنبي، وانت قلت كده للناس كلها قبل الانتخابات، انت قلت هجيب لو في. وعلى فكره هم كانوا قالوا لا ما فيش تغيير في الجهاز الفني، لكن انت غيرت لسوء النتائج. لسوء النتائج الفتره خلاص انت يبقى لازم وقلت هجيب مدير فني اجنبي، وبلغت معتمد جمال بالكلام ده. أي. وهو الراجل يعني مشكورا جه في توقيت صعب جدا وعمل مباراه في منتهى الجمال صح قدام بيراميدز، واديته الفرصه ان هو يفضل موجود. هو اللي ادالك الفرصه دي ان انت تختار بهدوء لغايه شهر يناير، مش مستعجل دلوقتي. يعني احنا كنا قايلين ان هم المفروض هيبقى في تعاقد في فترة التوقف اللي هي المباراة المنتخب. طيب لكن هو انت دلوقتي عندك مساحة وقت كويسة عشان اختيارك يبقى صح في وجود معتمد كمان،
ولازم معتمد جمال لازم كل الجماهير تسانده الفتره الجايه علشان يقدر ان برضه في المباريات اللي هتتلعب. نادي الزمالك اعتقد هيلعب له ثلاث مباريات او هيلعب حوالي خمس ماتشات في شهر 12 بالاضافه لماتشات الكونفدراليه طيب يعني عندك يعني عدد من المباريات عدد كبير، عندك فرصه كبيره جدا ان انت تقدر تشتغل على مدرب اجنبي بشكل كويس لو ما قدرتش. مدرب اجنبي برضه عقبال ما يجي ويقول لك انا محتاج وقت عشان اتعرف على اللعيبه وامكانياتهم، انت لو ما قدرتش مش عارف. انا شايف ان كابتن معتمد يكمل نهايه الموسم بص ونشوف نقيم التجربه. كريم النتائج هي اللي بتحكم. نتائج طبعا، يعني لو كابتن معتمد نجح الفتره الجايه في شهر 12 نتائج الفرقه ممكن يقولوا له كمل، ممكن يقولوا طبعا برضه لغايه ما يقدروا يلاقوا مدير. بس انا بتكلم في انا عايز كابتن معتمد يشتغل ومستريح، يعني يلاقي ما يبقاش الكلام كله ايه اصل الزمالك بيشوف مدرب كريم. ليه اداره الزمالك ما تطلعش دلوقتي واحنا مساندين معتمد جاله هو المدير الفني ونكمل يا كريم؟ ما فيش مدير فني في العالم بيشتغل ومستريح. لا لما خصوصا عندنا مش مستريح مستريح انا فاهم، بس يكون حاسس ان مجلس ادارته خلاص يعني في ظهره. مجالس الادارات كلها اول ما بتجيب مدرب بتقول له احنا مساندينك واحنا في ظهرك، خسر ماتش ماتشين بيمشوه. ما هي دي مشكله. طيب ما انا بقول لك عشان كده عمر ما في مدير فني هيشتغل وهو مرتاح. دايما تحت ضغط، دايما تحت ضغط ايه؟ نتائج. ايوه يعني ممكن نتائج المدرب عندك بيكسبك على طول لكن مستوى الفرقه انت مش مبسوط منه، لكن هتقعده انت بيحقق لك التارجت بتاعك. هو هدفك من مدير فني ايه؟ انه يكسبك بس مش اكتر يعني. طيب هنطلع فاصل وبعدين نرجع نتكلم على الاهلي. ماشي. نشوف الاهلي الفتره اللي فاتت مستواه كيرف نازل شويه، خروج من دوري السوبر الافريقي، نتائج في الدوري بيكسب، كسب سيراميكا والمقاولين لكن العروض الاداء ما كانتش كويسه، واخرهم مباراه الجونه التعادل وما كانش برضو الاداء مميز. هشوف تعليقك على اداء الاهلي ونتائجه في الفتره الاخيره، وهاخد رايك كمان. انت كنت متوقع صن داونز ولا الوداد؟ لا انا كنت قايل صن داونز والله. الفرقه عشان انا كنت متوقع صن داونز برضه. الفرقه تقيله، فرقه تقيله جدا. كنت متوقع صن داونز ياخدوا البطوله. طيب هنكمل مع كابتن اشرف قاسم بعد الفاصل ان شاء الله. كابتن اشرف، الاهلي الفتره اللي فاتت تراجع في الاداء، تراجع في النتائج، خروج من دوري السوبر الافريقي، مكاسب في الدوري وتعادل اخير مع الجونه، بس مش اداء الاهلي. ايه اسباب التراجع ده بالنسبه للنادي الاهلي؟ هنتكلم من اخر مباراه يعني مباراه الجونه. يعني الغريب جدا في مباراه الجونه عدد اللعيبه اللي اتغيرت ما كانتش بتبقى موجوده. 8 لعيب يعني صعبه جدا. هو انت لما تيجي، انا مش برضو القصه بتاعت موضوع الروتيشن دي بقت بصراحه بتخنقني. يعني الكلمه بقت خلاص دارجه مع كل الناس، حتى المدربين بقى متاثرين بيها جدا، فبيعملوا مشاكل كبيره جدا بالموضوع ده. مشاكل لنفسهم. هو انت بتعمل دلوقتي الروتيشن، بتريح اللعيبه اللي انت ريحتها، بتريحها ليه؟ انت اصلا ما فيش عندك مباريات بعد كده، ده الدوري واقف. ايوه بس هو لعب ماتشين. ماشي، ايه المشكله يعني؟ فترات قريبه يعني. مقاولين سيراميكا يعني جونه كل ثلاث ايام. هو كان مستسهل الماتش بقى وعايز يبين انه عنده الصف التأية، هلعب باي حد هكسب. مفيش الكلام ده. انت الفريق الاساسي، انت زي ما احنا كنا بنقول يا كريم، التغييرات اللي انت بتعملها ما تزيدش على عن اثنين لعيبه او ثلاثه بالكثير لو عندك بقى مشاكل اصابات او ايقافات او حاجه، لكن انت بتريح اللعيبه اللي انت ممكن يكسبوك، العب بيهم 45 دقيقه اكسب وبعدين غير. انت عندك خمس تغييرات. خمس تغييرات يعني نص فرقه. لكن العب بالاساسيين 45 دقيقه اكسب الماتش، او تقدر ان انت تحط حلول للماتش في 45 دقيقه الاولى وبعدين بتعمل التغييرات بتاعتك. وانت عايز يعني تجدد نشاط الفرقه بقى بلعيبه اكتر من خمس لعيبه؟ لا طبعا ما فيش الكلام ده. بعدين انت مش نادي صغير، لكن انت تغير 8 لعيبه ما كانوش متواجدين وبتحاول تخليهم في الصوره، وعايز تقول ان انت بتريح اللعيبه علشان المنتخب، ولا بتريح اللعيبه عشانك انت؟ انت ضيعت من ايدك ثلاث نقط، يعني ضاع منك نقطتين كانوا هيخلوك انت على الـ على الـ على مقدمه الجدول. ان الماتش الاخير ده بسبب الروتيشن. طبعا. طب والفترات اللي قبل كده؟ وقبل كده برضو كان بيحصل حاجات في التغييرات اللي كانت بتتعمل، قرايه الماتش بتاعته ما كانتش مظبوطه في اخر ماتشين. يعني انت لما تيجي تبص على الماتش بتاع في البطوله الافريقيه قدام صن داونز، هو ما تعاملش مع المباراه بشكل كويس. الماتش اللي هناك ولا اللي هنا؟ اللي هنا في مصر. اللي في مصر هنا كان لازم يتعامل معاه بشكل احسن من كده.
حتى كمان احنا قلنا التغييرات بتاعته كانت متاخره، فعلى في وقت كان محتاج يبقى في تغييرات بدري شويه يدي مساحه وقت لعيبته. شخصيه فرقه النادي الاهلي ما كانتش موجوده في المباراه بتاعت سان داونز، وكمان ما كانتش موجوده، وده طبيعي جدا في مباراه الجونه، لان مباراه الجونه التغييرات الكتير اللي موجوده ما كانتش موجوده. ما انت مضغوط من اول المباراه لنهايتها من فرقه ماتش الجونه الشوط الاول، الشوط الثاني الاهلي سيطر. انت متخيل يعني 45 دقيقه الجونه بتلعب عليك ضغط عالي؟ هو انت مش متخيل يعني ايه؟ وانت مش عارف تطلع بالكوره الشوط الاول، يعني انت مش عارف تطلع بالكوره من تحت، فانت كنادي اهلي وانت مش عارف تعمل الكلام ده، لا يبقى انت عندك المشكله. انت على فكره المشكله مش بتبقى في المدير الفني بس، المشكله في اللعيبه كمان. يعني الاخطاء اللي بيقع فيها لعيبه النادي الاهلي خصوصا في المباراه زي دي، لا اخطاء طبعا صعبه جدا تتعمل من فرقه كبيره بتنافس عايزه تكسب المباراه عشان تبقى على في مقدمه الجدول. لا ما ينفعش ان هي تبقى كده، صعب جدا. هو قرايته للمباريات دلوقتي في اخر مباراتين او ثلاثه لا يعني اقل من الفترات الاولانيه. شخصيه النادي الاهلي مش بحس ان هو يعني كولر بيتعامل بدماغه فقط، ما بيستشيرش المعاونين حتى لو ما هو كان بحس كده الفتره يعني. ما هو الاول برضه لما كان بيشتغل بدماغه كان بيبقى كويس وكلنا كنا بنشيد بيه، فاحنا مش هنغير الكلام دلوقتي. لكن هو دلوقتي قرايته للمباراه، تاخيره في التغييرات، طريقه المجموعه اللعيبه اللي بيبتدي بيهم المباراه واللي بيعمل بالتغييرات بيهم، ما بيقدرش ان هو يوصل للاهداف بتاعته في المباراه الاخيره. لا هو لازم يبقى فيها وقفه دلوقتي، يعني الفتره اللي جايه دي في وقفه معاه علشان الامور تبقى احسن، لان الامور كده ممكن يبقى فيه تدور في المستوى غير اللي الناس كانت متوقعه خالص. طيب لو اتكلمت معاك بقى على الجوله الاخيره من بطوله الدوري، شايف ايه ملاحظاتك على الجوله الاخيره من بطوله الدوري؟ بص كل الفرق بتسعى ان هي تحصل نقاط الماكسيم. طبعا مفيش كلام. انا من المباريات، مش عشان والله انت قاعدي يعني، لكن مباراه البنك الاهلي انا كنت البنك الاهلي والمصري انا كنت سعيد جدا بالمباراه، خصوصا عشان طارق مصطفى يعني. دي اول حاجه. وبعدين حسيت ان فرقه البنك الاهلي فاقت، يعني ايه كان في حد ضاغط عليهم وهم فاقوا، يعني بقى في عندهم حريه في الحركه، تحركات انتشار في الملعب بشكل كويس، سرعه في الاداء، التمرير بتاعهم كان سريع، فكل الكلام ده كان فين؟ مش موجود. فبيبقى محتاجين حد بس يعني عمليه التوجيه في توقيتات زي دي مهمه جدا، من حد يبقى هم واثقين فيه في طريقه كلامه في اسلوبه، واعتقد المستوى هيرتفع من مباراه لمباراه. يعني ماتش البنك الاهلي والمصري عجبك من الماتشات المميزه. لو اتكلمنا برضو عن الزمالك وبيراميدز والمنافسه على بطوله الدوري، يمكن الاهلي لسه ناقص له مباراه مؤجله مع بلديه المحله وتساوى مع بيراميدز في عدد النقاط، شايف المنافسه هتستمر كده اهلي بيراميدز زمالك، ولا ممكن حد يخش في المنافسه من الفرق اللي ظهرت بشكل كويس السنه؟ بنسبه كبيره هتفضل المنافسه في الثلاث فرق، واي حد هيجي بقى رابع مش مشكله. لو فيوتشر برضو ماشي قريب يعني، لكن فيوتشر والمصري هم الثلاثه عندهم يعني قوه في ادائهم داخل الملعب. حتى لو بيعانوا في بعض الفترات في المباريات بسوء في سوء مستوى، لكن انت حتى لما تيجي تتفرج على مباراه الزمالك وبيراميدز، انا في الكاس انا امبارح كنت بتفرج على مباراه تشيلسي ومانشستر سيتي 4-4، انت متخيل لغايه يعني الدقيقه 90 والفرقتين انت مش عارف المباراه تخلص على كده ولا ايه؟ انت كل شويه الفرقه بتشتغل هنا والفرقه بتشتغل زي مباراه الزمالك وبيراميدز بالظبط يعني. مش عاوز طبعا قريبه يعني في الاحداث يعني الاحساس بتاع المباراه مستوى مختلف طبعا. طبعا لا مختلف تماما، لكن انت تحس ان في الروح هنا، ده عايز يكسب وده عايز يكسب لغايه الدقيقه 120. فرقه الزمالك خلاص تحس ان ممكن في اي وقت هتجيب جون، وفرقه بيراميدز في اي وقت هتجيب جون، فهي دي المباريات اللي احنا بنتمنى تبقى موجوده في في كل مباريات الدوري. بعيدا بقى عن اللعب الدفاعي، انت في الماتش الزمالك وبيراميدز المباراه مفتوحه من الفرقتين، فعشان كده كان في حلاوه في الاداء من الفرقتين مش من الزمالك بس او من بيراميدز بس. فوز سان داونز ببطوله دوري السوبر الافريقي في نسختها الاولى، شايفه ازاي على الوداد المغربي اللي عمل مباراه سيئه كاداء، عشان مباراه دفاعيه برضو بالظبط، بس انت قلتها هو نزل من البدايه عايز ياخد نقطه، يعني هو معاه المكسب وكسبان 2-1 في المغرب، عايز يحافظ على يعني يفضل متعادل، وهل هيقدر يجيب جون؟
ولا مش هيدور؟ لا ما لعبش خالص ان هو يهاجم. مستحيل مستحيل كان هيعرف يجيب جون لان هو ما كانش بيحاول يوصل لمرمى صن داونز. لكن لما تيجي تتفرج على صن داونز، صن داونز كانت استحواذ ومحاولات من العمق، من على الاطراف، من الكرات عرضيه، يعني كان بيحاول فكان لازم هيكسب، لازم كان هيجيب اجوان. فلا هم فرقه كويسه. الوداد اختار طريقه صعبة او مش صح ان هو يواجه بيها صن داونز، ما عرفش يعدلها بقى. يعني هو اثناء المباراه ما عرفش. لا ما عرفش لما دخل فيه الهدفين مش عارف لعيبه الوداد للاسف كانت محسسانا واحنا بنتفرج ان هم مش عارفين يتعاملوا مع المباراه. يعني مش عارفين يطلعوا النص ملعب، مش عارفين يعملوا استحواذ. الفرقه صن داونز عندهم قوه بدنيه كبيره جدا وبيلعبوا بشكل جماعي وعارفين هم بيشتغلوا ازاي. يعني حتى كمان في الوقت اللي هم كانوا كسبانين جايبين فيه 1-0 ما كانوش فيه عشوائيه، لا بيمسكوا كرة وبيشتغلوا علشان يوصلوا للهدف بتاعهم، وهم نجحوا في الوصول لهدفهم. طبعا برضو في بعض الامور التحكيميه لكن هو ده طبيعي، افريقيا فيها كل الكلام ده. يعني لكن هم لما تيجي تحط كمستوى، لا مستوى صن داونز اعلى من الوداد. كورك ودايما بستمتع مع حضرتك، ربنا يكرمك، بارائك الرائعه، ربنا يكرمك. كورك كابتن اشرف قاسم، بشكر كل طاقم العمل. بكره يا جماعه ان شاء الله هيبقى الجزء الثاني من حلقتنا دوري المحترفين مع استاذ احمد القصاص. نعمل الجوله بتاعتنا في دوري المحترفين ودوري القسم الثاني والثالث ان شاء الله. ده محافظات انت عارف مصر كلها دوري قوي بيحبوا يتفرجوا على الدوري القسم الثاني والثالث، كلها محافظات يعني انديه محافظات وانديه جماهيريه. فبكره ان شاء الله عندنا حلقه بقى عن دوري المحترفين ودوري القسم الثاني والثالث ان شاء الله، نستمتع بها بكره مع الاستاذ احمد القصاص. بشكر النهارده كل طاقم العمل ونتقابل على خير بكره ان شاء الله.